مشاهدي الكرام، مشاهدي القناة الوطنية الأولى، مساء الخير ومرحبا بكم في هذا العدد الجديد من مجلة الميديا والتربية على وسائل الإعلام مونيتورينج. اليوم باش نحكيو على مفهوم جديد، مفهوم انتشر خاصة بعد الثورة، مفهوم شهد يعني عديد الإقبال من مواطنين برشا، وبرشا تلقاو تدريبات ربما بالعشرات، اللي هو الصحفي المواطن، الصحافة التشاركية، الصحافة الديمقراطية. فما عديد التسميات حول هذا الجنس بين ظفرين الصحفي الجديد اللي عمل عديد النجاحات، لعل أهمها كشف عديد التجاوزات، فضح ملفات فساد، وأيضا ساهم في دعم المسار الديمقراطي. ولكن أيضا هذا المفهوم عمل برشا مشاكل، لعل أهمها التوظيف الحزبي والسياسي والمالي وعدم احترام أخلاقيات المهنة. بعد شوية مع خبراء البرنامج ومع ضيوفنا باش نشوفوا شنو هو المفهوم الجديد هذا وعلاقته بالصحافة التقليدية في الزابينك. باش نرجعوا طبعا على الإقالات والتوقيفات خاصة في فرانس 24 وأيضا في القناة الوطنية، ونشوف الآليات اللي تضعها المؤسسات الكبرى في مثل هذه الوضعيات. كل هذه المواضيع وغيرها بعد الجينيريك. مرحبا بكم مجددا في برنامج مونيتورين. كالعادة قرابة الساعة ونص نقضيوها مع ضيوفنا ومع خبراء البرنامج في التحليل والتفسير في قضايا تهم الشأن الإعلامي والميديا الاجتماعية. اليوم الموضوع الرئيس كما ذكروا هو الصحفي المواطن، شنية الأدوار متاعه، شنية علاقته بالصحافة التقليدية، وشنو أيضا دوره في الحق، حق المواطن في المعلومة. كالعادة يرافقوني كما قلت خبراء البرنامج فتحية السعيدي، مرحبا. أهلا وسهلا بك وليد المهجري، مرحبا، وعودة ميمونة، أهلا وسهلا، مرحبا بك سي وليد. هاجر تليلي، مرحبا. مرحبا إيهاب، مرحبا. هاجر، قبل ما نبداو في الزابينج يلزمنا نذكر ونوه اللي احنا الجمعه اللي فاتت يعني الثلاثاء الماضي الحصه الفارت استعملنا مقتطف من حوار نقيب الصحفيين مهدي جلاس، اللي هو حوار خاص بصحيفه الاحد جي دي دي تونيزي. ونحب نقولوا اللي احنا ديما رانا معناها حتى كي ناخذوا مقتطفات ديما نقولوا راهو المقتطف هذا تابع وسيله الاعلام هذه، وبالعكس نحب نشجعوا يعني زملائنا ونشجعوا ديما التجارب الناجحه. نشوفوا مقتطف من اللي خذيناه الجمعه اللي فاتت ثم نعود. وما نجموش نقولوا انه قوس الحريات اغلق في تونس رغم كل المظاهر الخطيره اللي نشوفها، لانه الحريات بصفه عامه وحريه التعبير وحريه التظاهر هي استحقاق شعبي، يعني هي ليست منا لدى الحكومات، تمنحها للشعب وتنزعها منها وقت ما تحب. هي استحقاق شعبي وحق لكل التوانسه، وريزمون انه التوانسه يعني يستفيدوا من الحق هذا ويستعملوه. وهذاك علاش كان لاحظت انه تونس طيله العشريه هذه ما وقفتش الاحتجاجات والناس عبرت على رايها رغم كل محاولات القمع. وليد، عندك تعليق يعني بخصوص المقتطف هذا اللي احنا استعملناه وما ذكرناش المره اللي فاتت سهوا المصدر نتاعو؟ طبعا هو احنا كي عاودنا عديناه توا، هذا اعتراف بانه المؤسسه هذه عندها حقوق التاليف وعندها حقوق حق الصوره، لو دغوا نتاع الصوره هذايا محفوظ للمؤسسه. المؤسسه هذه جورنال دو ديمونش، نحب نذكره هي مؤسسه محترمه وتقدم في ماده جيده في ثلاث لغات، بثلاث لغات في الصحافه الالكترونيه. وندعيو معناتها الناس جمهورنا انه يتبع الاخبار اللي موجوده فيها لانها محترمه جدا. واحنا دورنا في البلاتو هذا وديما نقولوها انه احنا دورنا تعديلي في وسائل الاعلام، حتى احنا كي نغلطوا، طبعا كل انسان يغلط، طبعا ما فماش نيه سيئه وراء كل هذا، احيانا سهوا يسقط لوجو يسقط اسم، فدورنا انه نعدلوا انفسنا الحصه اللي بعدها نعتذر ونصلحه. هذا هو، هذا هو، احنا ديما نقولوا نذكروا ديما الاعمال الناجحه من زملائنا، ديما ديجا عاملين كود كور وديما نذكروا نقولوا راهو، واذا كان احنا ما ننقدوش رواحنا، اذا كان نعملوا خطا حتى عن طريق السهو فعلى الدنيا سلام، وهذا دور الحصه هذه. هاجر،
الزابينج. مرحبا في الزابينج. مرحبا. اليوم باش نبداو نحكيو على الإقالات والإعفاءات في مؤسسات الإعلامية في داخل تونس وفي خارج تونس، كيفاش نجم نحطوا إجراءات تخلي هكا الآليات الإدارية تتخذ ضد صناع الإعلام ضد الصحفيين، كيف سيدة كيفاش نجموا نعملوا دليل إجراءات لحماية حقوق الجميع كسوا الضحية وإلا الشخص المذنب في الموضوع هذايا. زوز حالات باش نحكيو عليهم في فرانس 24 كانت موقع تيليغاما خرج الخبر على اعفاء ولا ايقاف من لونتين ايقاف من لونتين مؤقت لمقدم برامج وكيف كيف لرئيس تحرير الاخبار في قناه فرانس 24 العربيه، وكانت زوز تهم واحده التحرش المعنوي والتحرش الجنسي في انتظار انه يخرج تحقيق نتائج التحقيق هذايا، وكيف كيف القناه الوطنيه الاولى تم اعفاء مدير القناه الوطنيه الاولى من مهامه ما نعرفوش علاش ما تقالش الخبر علاش هذيك، علاش احنا اليوم باش نحكيو على الاعفاءات هذيا في وسائل الاعلام كيفاش تصير، وهل انه لازم نخرجوا للناس اللي تسمع وللمشاهدين كيف الاسباب هذه كل. حكينا على التحرش المعنوي، انا خذيت اكستريم من برنامج تعدى في اذاعه اختيال في فرنسا يحكيوا على التحرش المعنوي في العمل خاطر هما عندهم قوانين واضحه اكثر منا، كيفاش تعرف اللي انت تتعرض لتحرش معنوي كسوا من شخص في نفس الموقع كيفك انت ولا اكثر منك ولا ساعات حتى اقل منك مرتبه في العمل في البرنامج هذا، وزاد كيفاش تعرف وشنو حقوقك وين تقف وشنو عقوبات. وعلاش احنا نمشي معك هاجر ديما نختاروا تجارب مقارنه حتى في التحرير في مجالس التحرير في اجتماعات نقولوا ها الناس كيفاش تعمل باش ربما احنا مش نقتديهم لكن نلقاو مثال على ارض الواقع اللي مؤسسات اخرى النجم نهار اخر نقولوا النجم نعملوا كيف ولا خير منها. ولا ساعات احنا هكا نوع نتاع اجراءات احنا مسكوت عندها ما يتقالش عليها، هذيك علاش ساعات ناخذوا تجارب مقارنه من اي دوله في العالم. نشوفوا الاكستري هذايا من برنامج اذاعي في اختيال. 15h, 16h, Flavie Flamand sur RTL. Nous allons donc parler du harcèlement au travail aujourd'hui. 30% des salariés déclarent avoir déjà été victimes d'au moins un comportement hostile au travail. Dénigrement, critique injustifiée, humiliation, agressivité, pression, mise au placard. Le harcèlement moral est bien souvent difficile à prouver et peut avoir de graves répercussions sur la personne qui en est la cible et la victime. Alors comment en sortir et mettre fin à cette spirale infernale? On va essayer de comprendre le système du harcèlement au travail, de comprendre ces symptômes qui doivent alerter et de vous donner des pistes si vous aider aujourd'hui, vous éclairer. Bénédicte Litzler, bonjour Bénédicte. Bonjour. Merci d'être avec nous maître, vous êtes avocate au barreau de Paris. À vos côtés Anne-Françoise Chaperon, bonjour Anne-Françoise, merci d'être là, vous êtes psychologue clinicienne et toutes les deux vous co-signez le livre Harcèlement moral au travail, comment comprendre et se défendre. Et se défendre c'est possible aujourd'hui maître Litzler? Oui, bien sûr, c'est possible, puisqu'il y a une loi qui permet de prévenir le harcèlement et de se défendre. Mais je dirais, pour nuancer simplement, c'est que je pense que pour un salarié, c'est souvent difficile au départ de comprendre ce qui se passe. Il a plus le sentiment de quelque chose d'anormal. Mais je ne suis pas certaine qu'il puisse d'ores et déjà mettre un mot dessus. هاجر اذا التجميد والفريق والضغط النفسي تبارك الله احنا معناها في تونس. هذوما اكزامبل من التحرش المعنوي، هما حكاوا على الحلقه عنوانها كيفاش تخرج من الدوامه نتاع التحرش المعنوي وقت اللي تعرض له في العمل. قالت المذيعه باش نحاولوا نفهموا العلامات نتاعه، واستضافت محاميه وطبيبه نفسانيه، الزوز عاملين كتاب مع بعضهم يحكي على التحرش المعنوي كيفاش تخرج منه وكيفاش تدافع على روحك وكيف كيف القوانين هذيا. وقالت راهو المحاميه ساعات صعيب باش تفهم اللي انت قاعده تتعرض تعرض الى تحرش معنوي الى ان يكثروا العلامات نتاعو. هذا في المقطع الصغير. فتحي كنا نحكيو على زميلنا الصحفي توفيق مجيد ونبيل الشوبشي مدير التحرير في قناه فرانس 24 والاجراءات اللي اخذتها فرانس ميديا موند تجاه وايضا في الوطنيه اعفاء مدير الوطنيه. من الخبر اللي حكيت عليه هاجر زاد شي يقول لك في فرانس ميديا موند حاطين آلية انذار داخلي لمقاومة ومكافحة وضعيات العنف في مواقع العمل، يعني الآلية تشتغل من تلقاء نفسها.
بالنسبة معناها للآلية هذه والإجراء اللي موجود هو معناها تطبيق معناها لتعهدات الدولة الفرنساوية اللي هي تعهدات معناها من خلال معناها الاتفاقات الدولية اللي هي مصادقة عليها ومن خلال القوانين. وكي توا نسمع وفما قانون معناها يعاقب على التحرش معناها المعنوي، ما نمشيوش للتحرش الجنسي، معناها التحرش الجنسي بطبيعته زاد مجرب، أما التحرش المعنوي فيه برشا حاجات واللي هو عنده امباكت معناها بسيكولوجيك على الأشخاص من نوع الانتيميداسيون معناها التحقير، من نوع مثلا الاستخفاف بالآخر إلى غير ذلك. هذا علاش؟ على خاطر في فرنسا وفي ثورة الأنوار إلى غير ذلك الفرد له قيمة، ومعناها رغم أنه التحرش المعنوي والتحرش الجنسي صعيب معناها أنه معناها التدليل عليه، صعيب أنك تلقى معناها إثباتات عليه، لكن فما هالحاجات وقت تتكرر ولا حاجة ولا تكون من معناها أن سوبيريور معناها إيرشيك فما قوانين رادعة. أحنا في تونس ما عندناش، احنا معناها العنف رغم أنه فما عندنا القانون معناها 58 تحكي على التحرش الجنسي، خاطر في تونس راه تعمل القانون في 2004 تعمل القانون على التحرش الجنسي، سكر معناها على الضحايا ما تنجموش مثلا يمشي ويشكي ولا خاطر فيها مبدا القصديه الى غير ذلك، وتجم اذا كان هي تشكي وما تنجمش تثبت ترسيلها في مشكل. الوغ في القانون عدد 58 تعرض بشكل معناها الواضح، لكن التحرش المعنوي مازال معناها كمصطلح وكمفهوم مازال مش موجود. مهم انه تكون فما الحاجات هذه، ومهم أنه التصديق على الاتفاقيات ومن بينها معنى الاتفاقية 190 اللي تويك بيدا تونس والمناضلين يحبوا معناها أنه يصير معناها التصديق عليها لأنها تتعرض للعنف في أوساط معناها العمل. بالنسبة معناها التونس المؤسسة الإعلامية عندها إجراءات ولا هل موجود الألية هذه اللي موجودة في فرنسا كانت ما نلقوهاش في تونس، ما نلقوهاش في المؤسسة الإعلامية خاصة في مجال مثلا العنف المسلط على النساء، وكيفاش نحط وكيفاش ما فماش معايير للأسف الشديد. احنا معناها اكثر من مره نقولها ولين ولينا كل غنيه واحد يقولها، معناها الاعلام ترك معناها لحاله، نقولها نزيد نعاود نقولها لليوم معناها بعد 10 سنين لا فما سياسه عموميه لا فما قانون اساسي. بالنسبه للتعيينات والاقالات تتم وقت تكون فما قانون اساسي يضبط المعايير ويضبط معناها الخطا الفادح ويضبط الاشياء هذه، وهذا معناها خطر زاد الحاجه مثلا في القانون الوظيفي العموميه فما معناها بليز موا معناها فما قانون نجم نرجعوا له فما معايير الى غير ذلك، لكن الاعلام معناها وظيفه خاصه وعنده خصوصيته، معناها مدير نتاع مؤسسه اعلاميه وصارت مع في التاب وصارت في برشا معناها مؤسسات معناها الاقالات هذه مش اول مره، معناها نورمالمون انه هالوظيفه الاعلاميه اللي هي معناها الخطه الاداريه الاعلاميه على راس مؤسسه اعلاميه لازم تخضع المعايير الساعه في الانتداب، مبدا التناظر الى غير ذلك، البرنامج اللي باش يعملوا ماهوش معناها مبدا هذايا سافا معايا مش معايا الى غير ذلك. بقينا مشكلة سمحني بقينا في نفس التعيينات كما قبل طرحت فما مشكله طرحت حتى الوقت رئيس الحكومه قالت انا التعيينات في المناصب العليا انا مسؤول عليها، ما همش فاهمين للاعلام عنده خصوصيه، الاعلام مش كاي اداره ولا كاي وزاره ولا كاي مؤسسه أخرى. الاعلام عنده خصوصيه وحتى كي تتدخل رئيس الحكومه حتى بالنسبه للرئيس مثلا المدير العام فما لايكا فما معناها الراي المطابق الى غير ذلك. نجي هوني معناها للي اقل معناها درجه واللي هما معناها في وضعيه اخرى اللي مازالت وضعيته مش ماهيش معناها كلاغ ماهيش معناها واحد، مازال لحد اللحظه هذه في الذهنيه المجتمعيه داخل المجتمع وداخل معناها عند المسؤولين مازال التعيين سياسي للاسف الشديد كيما قبل 14 وتويكا يمكن من التعيين السياسي الى التعيين على اساس الصحبه ولا على اساس المعرفه الى غير ذلك، معناها ما فماش معايير واضحه. واحنا اذا كان نقولوا الكلام هذايا فقط معناها لأن ندافع على أنه الإعلام تتولي فيه سياسة عمومية، أنه تتوضح الأمور، أن الصحفي ما يحسش بروحه في حرج وإلا عنده مسؤولية مثلا إدارية ما يحسش بروحه في حرج، وجسبر بيان أنه يكون فما آلية كما فرانس 24 على مثلا الانتيميداسيون اللي هي موجودة برشا عندنا في تونس وعلى الحاجات هذه باش نجموا نحترموا معناها الزملاء يحترموا زميلاتهم والزميلات يحترموا زملائهم إلى غير ذلك وما نمسوش من كرامة الناس. هذه رغبة عندها موجودة في كل شركات بيسور بيسور مش مستحقة اعلام ولا مش اعلام، يعني انت تنجم تتعرض الحاجة هذيك هذيك علاش قلت احترام هويتك مش لازم تقول انت شكون تحب تقول تتصل بالغرفة
ريسورس هيومن دي بروسيدور يعملوها. هذاك علاش قلت معناها الدوله تحترم تعهداتها الدوليه واتفاقات والاتفاقات الدوليه ومصادقه معناها اتفاقات منظمه العمل الدوليه كهو معناها. قدموا شويه الخبر الثاني هو الموضوع الموالي باش نحكي على الاعلام في الاعلام الجمعياتي، لكن زاد اليوم وقت الجائحه مؤسسات الاعلام الكل باش الناس نشوفوهم يطالبوا انه الاعلام يتجند فقط للاخبار على الجائحه. اليوم نشوف الوضع صحي حرج جدا. واحده من الاذاعات الجمعياتيه في القيروان، القيروان الولايه اللي هي من اكثر الولايات اليوم تضررا من الجائحه، الاذاعه اسمها اذاعه الحياه اف ام، اذاعه جمعياتيه، وهذا واحد من الومضات اللي قاعده تعدي فيهم، هي إذاعة مختصه في الصحه. وليد المجري، إذاعة الحياة فيها مختصة في الصحة، وزيد أيضا تسخر برمجتها الكل في مقاومة والتوعية بهذه الجائحة كوفيد-19. هو احنا تكلمنا في حصة من الحصص على نوع جديد من الصحافة، في الحقيقة هو مش جديد ولكن توا أصبح كأنه ديسيبلين كاملة في الصحافة اسمه كونستراكتيف جورناليزم بالإنجليزية، بالعربية اسمه الصحافة البناءة أو الصحافة الإيجابية. نوع هذا من الصحافة الدور متاعه هو مد يد العون للناس أثناء الأزمات، طبعا الأزمات يعني أزمات الصحية أو الكوارث الطبيعية أو غير ذلك. وفي الإطار هذا تنزل دور الراديو الجديدة، هذه الراديو الأسوسياتيف، أنه لعب الدور أولا للبروكسيميتي، القرب من جمهورها اللي موجود في القيروان واللي يعيش في أزمة صحية كبيرة جدا، إلى جانب الأزمات اللي تعيش فيها القيروان من يعني هي الأولى في كل شيء خايب في 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 الآفات الاجتماعية والفقر والبطالة وغيره. فهالدور ذي اللي تلعب فيه الإذاعة هو دور مهم جدا، لأنه يحسس الناس اللي موجودين أنه فما إعلام له بهم، إعلام قرب، إعلام قريب منهم. في غياب الإعلام التجاري، هو مع كامل احترامنا طبعا لبقية مؤسسات الإعلام الخاصة، ولكن تقع دائما رسالتها مربوطة برأس المال، يعني حاجة يدخل فلوس ولا ما تدخلش. الإعلام العمومي أحيانا بطيء في التحرك وتكبله معناتها بيروقراطية كبيرة. فالإعلام الجمعياتي المتخصص خاصة في حقوق الإنسان أو في الصحة أو في الاقتصاد وغيره، هذه الرسالة الأساسية متاعه أنه يخاطب مجموعة سكانية اللي هو أمبلونتي فيها، وثانيا الرسالة متاعه تكون عندها أبخوش متاع حقوق إنسان ولا أبخوش متخصصة في حاجة معينة، مقاربة متخصصة في الصحة كما إذاعة الحياة فهم. الأخبار الأخرانية ياجل، الأخبار الأخرانية مش نحكيه على محاكمة المدنيين قدام القضاء العسكري المرة هذية في تونس بعد 10 سنين من سقوط نظام كان هو ضد الحريات ويكبل الحريات ومنها حرية التعبير. اليوم نلقاو مدنيين قدام القضاء العسكري، مدونين قدام القضاء العسكري على خاطر عبروا على رأيهم ونقدوا سياسة رئيس الجمهورية، رئيس الجمهورية اللي هو رئيس مدني، وكيف كيف نقابة الصحفيين اللي اعتبرت أنه هذه إساءة لحرية التعبير، تراجع على الحريات والمكتسبات اللي عنا في 10 سنين اللي اتعداه، واعتبرته زادة اللي هو مسم الحقوق المكفولة بالدستور من شكون من رئيس اللي هو في الأصل أستاذ قانون دستوري. ووليد، نقابة الوطنية للصحفيين في بيان تقول إن هي تابعة بانشغال كبير لجوء رئيس الجمهورية إلى القضاء العسكري في قضايا تتبع المدونين على خلفية تدويناتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وتعتبر ذلك تقييدا لحرية التعبير وتراجعا في مجال الحريات. هو الآفة الكبرى اللي نعيشوا فيها توا مش القضاء العسكري، الآفة الكبرى الإحالات اللي قاعدة صايرة، إنه معناتها فما المكلف العام بنزاعات الدولة مثلا، وأنا من باب الصدفة أقول ذلك ليس من باب لا التظاهر ولا الرياء، منذ أسبوعين أنا جاني استدعاء أصلا من عند فرقة الحرس الأبحاث في الحرس الوطني في العوينة، قالوا لي أنه شاكي بك المكلف العام بنزاعات الدولة لأنك انشرت ستاتيو فيسبوك في 2016 ضد الرئيس الراحل بيجي قايد سبسي،
فلقيت انه هذا الملف كله متاع مجموعه مانيش مسامح الشباب اللي كانوا وقتها يتظاهرون ضد قانون المصالح، عملوا لهم دوسي تو من 2016 راقد، هو جبدوه نهارات عيطوا لي انا بعد عرفوا لي انا صحافي وانا اني متقيد اصلا باخلاقيات النشر وهما غلطوا اصلا حطوني في الموضوع هذا. فهما يعني تناقشت شويه معاهم قالوا انه فما اشياء غريبه، قالوا مثلا مكلف عام بنزاعات الدوله يدور ويجمع في لي ستاتيو فيسبوك نتاع الناس، هل كلفه رئيس الجمهوريه في ذلك الوقت؟ قال له اللي يكتب ضدي جيبه، راهو مش بالضروره الرئيس في حد ذاته هو اللي يعمل في الشيء هذا. فما النيابه العموميه اللي راقده وتجيبوا لها قضايا نتاع قتل واغتيالات وغيره ترقد وتغمض عينيها، ونعرفوا الاسباب وما يسمى بالسياسه الجزائيه للدوله، ان عندها مواضيع تغمض عينها مواضيع اخرى تمشي، المواضيع الاخرى انه تتحرك من تلقاء نفسها وبسرعه البرق كي يتعلق الامر بمدونه عسكريه. لا ما انا لازم نأصلوا لها الحكايه لانه ما وصلنا للقضاء العسكري الا فما حتى القضاء المدني. لا تقول انت القضايا هذه تو رئيس دوله ما في بالوش بها، حكيت البارح ما مش قرافي القاضي على قضاء الكلوارات كما هي سميتها، على قضايا يسميهم قضايا بالنسبه لي معناها انه يمثل مدنيين امام القضاء معناها العسكري في مسائل تخص حريه التعبير، هذا معناها حاجه معناها جديده وبدع الحقيقه معناها في تونس، قاعدين كل مره معناها نشوفوا في حاجه غير جديده مقبولة غير مقبوله بالنسبه لي، بالنسبه لي نرفضها رفض معناها تام، انه نمشيو للي ستاتيو نتاع فيسبوك وجون سي با الى اخره، قبل ما نمشيو في هذاك خلينا ننظموا ساعه الحياه معناها الاجتماعيه ويفهموا لي جون، خاطر برشا دي جون راهو مشاو ضحايا في هذا، يفهموا معناها لي ليميت على خاطر زاده الفهم نتاع الحريه مازال مش مستبطن بالشكل الكافي، شنو عملت معناها هالمؤسسات نتاع الدوله الى غير ذلك باش تنجم تنشر ثقافه معناها الحريه باش العباد تستبطن، شنو اللي عملتها؟ ما عملت حتى شيء، مازلنا احنا في الانفلات الى غير ذلك، وينجم ساعات انجون يكتب حاجه يلقى روحه يبحث في المركز، واني نذكر معناها لان دو ميز ايتيديون اللي في الانستيتيون نقري فيه وقتك المشكل نتاع المظاهرات نتاع الشباب كتب حاجه صغيره رسات له معناها اورديناتور وامور معناها سي انادميسيبل الحقيقه، هذايا ضرب بالنسبه لي للحريات واللي وامام طون معناها حاجات دي ريكور اللي عملوا فيهم، وفما تراجع بالنسبه لي، فما تراجع كبير الى الوراء، لكن نقول انه مهما يتراجعوا حريه التعبير مكسب من المكاسب، لن نتراجع في الدفاع عنها وباش نكون موجودين في الصفوف الاولى ندافعوا عليها. فتحيه التراجع من جهات الكل المره هذه، من رئيس الجمهوريه، من البرلمان، رئيس الحكومة، يعني ذاق هذه باختصار ذاق صدرهم بالرأي المخالف. تعرف الناس سيلير دو بوبوليزم معناها كهو، الناس اللي تحكم توا حاليا في البلاد ماهمش ديمقراطيين، ما همش قابلين الرأي الآخر حتى وإنهم واعين بنقائصهم. توا البرلمان التونسي ما فما حتى برلمان يقول لك احنا معناتها باغفي، الناس الكل تعترف انهم العمل نتاعهم فيه عديد النقائص وشعبوي وغيره، تنقدوا غدوة يشكي بيك. به هاجر يذول يذي آخر خبر. آخر خبر. إن شاء الله نقابلوا جمعة جاية وليد رجع لبلاصته. موجودين في جويلية احنا نقول للناس موجودين. كونش إذا عنده مناسبة أخرى باش يزيد يغيب فيها. لا أنا رجعت خفت تفك لي بلاصتي خاصة أنا نجحت معناتها في الحلقة السابقة. بالطبيعة نجحت ولا؟ نجحت. بشهادة الجميع. تليفونات قالوا لي يخلط على بلاصتك لنحيوها. شكرا لك هاجر، شكرا لك، إن شاء الله نقابلوا جمعة جاية مع مواضيع أخرى. ورغم الصيف فما برشا مواضيع قاعدين نحطوا فيها احنا في الجروب بتاعنا. الموضوع الرئيس كما قلنا صحافة المواطن، الصحافة الديمقراطية، الصحافة التشاركية، الحق في المعلومة، ديمقراطية تبادل المعلومات والمحاذير الحاجة لها في الدول الديمقراطية ولكن أيضا في الدول الدكتاتورية والأنظمة المغلقة. كل هذه العناصر في هذا التقرير لكوثر بن لالة، نشوفوه ثم نعود. بالأمس القريب هز هذا الفيديو الرأي العام التونسي، فيديو كانت بطلته مواطنة وثقت حادثة تعرية طفل وسحله في سيدي حسين، ومجدداً أثبتت صحافة المواطنة أنها صاحبة دور في نقل مشاكل المواطن التونسي ومد التونسيين بالمعلومة والتقاط الصور الحية. هذا الحضور البارز لصحافة المواطنة في مواقع التواصل طرح سؤال علاقتها بالإعلام الكلاسيكي، كيف تساهم في توثيق انتهاكات وأحداث محلية، وكيف يمكن التمييز بينها وبين المعلومة الموثوقة والخبر الزائف، وما علاقتها أصلاً بالصحافة، وهل أنها تخضع إلى معايير الصحافة تقليدياً كأخلاقيات المهنة؟
يعرف دليل المواطن الصحفي الصادر عن مركز تطوير الإعلام صحافة المواطن على أنها أشخاصا من عموم الناس يلعبون دورا نشيطا في عملية جمع ونقل وتحليل ونشر وتداول الأخبار والمعلومات عبر مختلف أدوات شبكة الإنترنت ووسائلها المتنوعة، ويتم تصنيف هذا النشاط ضمن الأنشطة المواطنية والمدنية غير الربحية، حيث لا يهدف صاحبه من ورائه إلى تحصيل الكسب المادي أو بيع المحتوى، بل تطويع المهارات التي يملكها في مستوى النشر والتدوين من أجل تبليغ صوت الناس والتشهير بالفساد والممارسات المخلة بقيم الحوكمة الرشيدة والديمقراطية، ولفت نظر المسؤولين إلى القضايا التي تهم الناس على المستوى المحلي على وجه الخصوص حين لا توجد تغطية إعلامية كافية في وسائل الإعلام الاحترافي. صحافة المواطن كان لها دور بارز في دول أخرى، ولا يخفى على أحد دور المواطن في توثيق هجمات 11 سبتمبر 2011 في الولايات المتحدة الأمريكية، فيما خصصت قنوات تلفزية برامج خاصة بهذا الشكل الصحفي، من ذلك برنامج مراقبون على قناة فرانس 24، ودول أخرى خصتها بجائزة بوليتزر. وكثيراً ما كانت صحافة المواطنة متقدمة على الصحافة التقليدية بالتقاط اللحظة وتقديم الصورة كما هي، وقد جعل عدد كبير من التونسيين من مواقع التواصل الاجتماعي مصدراً رئيسياً للخبر، حيث أن 60% يمتلكون حسابات فيسبوكية قد تكون مصدرهم البديل للمعلومة، ويتم توظيف هذه المنصة من قبل المؤسسات الرسمية والأحزاب السياسية التي باتت تراهن على الحضور في مواقع التواصل الاجتماعي أكثر من الحضور في وسائل الإعلام التقليدية، وهو ما يطرح التساؤل حول التوظيف السلبي لصحافة المواطنة التي قد تصبح أدوات للتضليل والتشهير تستعملها لوبيات ومراكز نفوذ. ويشير مختصون إلى أن وسائل الإعلام التقليدية مطالبة بتوظيف المحامل الإعلامية ومنها منصات التواصل الاجتماعي للمحافظة على استمراريتها وضمان ديمومتها، لكن هذا لا يعني بالمرة أن صحافة المواطنة قادرة على القضاء نهائياً على وسائل الإعلام التقليدية، بل ستكون منافساً لها مثل ما كان المذياع منافساً للصحف الورقية والتلفزيون منافساً للراديو، وتبقى وسائل الإعلام التقليدية المصدر الأساسي للخبر والأكثر مصداقية. والقاعدة المهنية تفيد أن الخبر بلا مصدر مجرد إشاعة. كان هذا تقرير كوثر بن دلالة، أهم ما جاء فيه هو الشيوط الإخرانية، تبقى وسائل الإعلام التقليدية المصدر الأساسي للخبر والأكثر مصداقية. تنشوفوا الكلام هذا صحيح ولا مع ضيوفنا هنية في الاستوديو، سليم بوخذير رئيس تحرير موقع الكاميرا والقلم. مرحبا سليم. أهلا إيهاب، الله يمكن. مرحبا بك وشكرا على تلبية الدعوة. وتحية ليك والزملاء في البرنامج والوليد والأستاذة فتحية وكل فريق العمل، لأنه برنامج حقا يعني نموذجي جدا في التعرض إلى إشكالات قطاعنا والمشهد الصحفي الوطني. شكرا لك. نجاة فقيري صحفية في بوابة إفريقيا الإخبارية ومختصة في صحافة المواطن، مرحبا. مرحبا بك أستاذ إيهاب، مرحبا بالجميع وشكرا على الاستضافة في برنامجكم. وشكرا. مرحبا، شكرا لك. نبدأ معك سليم، كنت تسمع في التقرير، يعني احنا عملنا عنوان اللي هي صحافة الصحفي المواطن صحافة دون صحفيين، فما عديد التعريفات اللي ظهرت مؤخرا، فما شكون يقول، وهالكتيب هو عنده وليد دليل الصحفي المواطن يقول يوما بعد يوم يفقد الإعلام التقليدي سلطته على الجمهور وتتراجع قدرته على توجيه الرأي العام بسبب دخول الإعلام الجديد. نشوفكم موافقون بعد ولا. أيضا من جملة التعريفات الأخرى منصات التواصل الاجتماعي اللي تابعها ملايين المستخدمين أصبحت من أهم اللاعبين المهيمنين على سوق الأخبار. هذه تعريفات جمعناها وزارة العدل في اجتماع مع أعضاء كل من مكتب اللجنة القارة التشريعية لتنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح ومكتب اللجنة الخاصة للأمن والدفاع، تحكي على التعاطي الإعلامي الرسمي مع حادثتي سيدي حسين وضرورة مزيد تطوير أساليب وآليات التواصل مع الرأي العام. السؤال وانت سمعت التعريفات، إذا كان ما فماش مواطن صور حادثة سيدي حسين السجومي كما صار في الولايات المتحدة في جورج فلويد، ربما ما يوقفش الشرطي في الولايات المتحدة ما يخوش 22 سنة حبس، وربما الطفل متاع سيدي حسين السجومي يشد الحبس ويلبس القضية وحتى حد ما يسمع. يعني هذه أهمية الصحفي المواطن اللي ربما قضات شوية على اللي سماوه الإعلام التقليدي. شنو رأيك؟
أولا لنتفق على مسائل منهجية. هو أولا صحافة المواطن هي ليست إشكالية محلية ووطنية، يعني هي إشكالية تهم المشهد الإعلامي العصري في كل أنحاء العالم، هذه نقطة رقم واحد. اثنين، لابد أن نتفق أيضا أن التعريفات صحافة المواطنة هي تعريفات ضبابية، رغم محاولة البعض، وهذا ليس عيبا في من اقترحوا هذه التسميات، لأننا أمام كائن حديث وكائن جديد تقاس ضبابية، تعريف الضبابي نسبيا، يعني أقول أنها ليست نهائية، لأنه تذهب هذه التعريفات إلى الدقة نعم في بعض تمظهرات صحافة المواطنة كالفيديوهات التي أصبحت موثوقة بها أو غيرها من المواد، لكن هل تصنف التدوينات في الفيسبوك مثلا أو في تويتر تغريدات على أن صحافة المواطنة ما زالت، يعني لم يحسم الجدل في هذا. لنذهب إلى اليسير من الأمر، إلى الواضح في المشهد. الواضح في المشهد في تقييمنا لصحافة المواطنة هو أنها مختلفة عن الصحافة الكلاسيكية، مثلا في الضوابط. نحن في صحافة المواطنة إن اعتبرنا أن كل هذا الزخم الذي ينشر في وسائل التواصل الاجتماعي والتي لها بعد جماهيري كبير، وهناك الكثير من الفيك نيوز، معنا تعرف وليد أن برشا فيك نيوز انتشرت بسبب هذه السلبيات، يعني هي تتأرجح صورة هذه، يعني هناك صورة قاتمة في بعض الممارسات، هناك صورة نيرة وإيجابية في بعض الممارسات الأخرى، لما نستطيع أن نسميه بحق صحافة المواطنة. لنتفق أولا على نقاط الاختلاف والتميز حتى نعرف فيما بعد أين الإشكالات، نشخص الإشكالات ثم نحاول أن نذهب إلى الحلول، سواء أسميناها صحافة مواطنة أو صحافة اجتماعية أو ما شابه ذلك. أولا، نحن حين نتعاطى مع صحافة المواطنة نتعاطى مع حق الإعلامي، فيه ممارسة إعلامية غير محترفة أحيانا، لكن ليست لها ضوابط، يعني غير محكومين بضوابط. من يمارسون صحافة المواطنة هم لا يخضعون إلى مواثيق من يمارسون الصحافة التقليدية مثلنا. نحن مثلا تعلم إيهاب أننا لنا ميثاق شرف، لنا معايير أخلاقية. يعني تو باش تفرق بين الصحافة التقليدية المحترفة وصحافة المواطنة اللي هي هذا حتى يفهم المشاهد عن أي مصطلح نتحدث. نتحدث عن هذا المصطلح في هذا الإطار ننزله يعني. ثانيا، نحن لنا هياكل ترعى ما بعد النشر. الصحافة التقليدية لنا معايير ما قبل النشر، يعني المواثيق ومعايير المهنية، المصداقية، الدليل على صدقية الخبر، الاتجاه إلى المحايدة في التعاطي مع أكثر من موقف إذا كان الأمر يتعلق برأي مثلا إلى آخره، ولنا هياكل ترعى ذلك، هياكل رقبية ما بعد النشر لنا لجان برشا. هم ليست لهم هياكل. الفضاء الذي ننشط فيه، نحن لنا هويات، نقطة هامة جدا هذه الثالثة، هي أهم نقطة. نحن لنا هويات، يعني المؤسسة الإعلامية التي تنشر خبرا يكون كاذبا مثلا وهي محترفة، يكون لها عنوان مقر اجتماعي ولها اسم للصحفي، وهناك تأصيل للخطأ حين يحصل وأيضا للعمل الصحفي المحترف إلا حينما يحصل. بينما في صحافة المواطنة أنت تعلم أن أحيانا الهويات خفية وأحيانا الهويات مزورة، وهذا حين يتعلق الأمر بالانحرافات. فنحن إزاء حقل غير منظم، حقل غير منظم، هذا الحقل الغير فيه المنظم فيه إيجابياته وفيه سلبياته. سليم بخير، كلمة بركة إيهاب، لا باش أعطيك باش نخليك تكمل. هذا الحقل الغير المنظم الضبابي اللي ينشر ربما خطاب الكراهية اللي تنجم تبيعه وتشريه بسهولة، ينشر الإكسكلوزيف سكوب، ساعات يعمل لك فيديو إيجابي ينصر سكوب. انا بديت قلت لك كان مش سيدي حسين، كان مش مواطن ولا المواطن اللي صور ولا في نيويورك ولا في 11 سبتمبر ولا في تسونامي ولا غيرها، ربما الصحافه التقليديه ما كانش تسلط عليه ضوء، خاصه ما تراش انت سليم انه احنا معنا صحافه الجوده في تونس، معنا الصحافه تتبع وتفسر وتحلل في اغلبيتها. يعني كان صارت في سيدي حسين ما نتصورش صحافتنا باش تمشي تسلط الضوء تقول لا رواية وزارة الداخلية الأولى غلطة في أغلبية. هناك كثير من الزملاء والزميلات في أكثر من مؤسسة عالمية ورقية ومكتوبة وإلكترونية وتلفزيونية، يعني قضية النفايات فجرها زميل، زميل أيمن المعتوق، تعلمون هذا وأنا أحييه. كثير من القضايا، الإشكال هو أن صحافة التقليدية هي موردنا الأصلي للمعلومة، هي ما زالت محكومة بضوابط إيجابية، يعني هذه نقطة وهذه ظاهرة صحية، ومحكومة بمواثيق وبأطراف تراقبها فيما بعد النشر، ما بعد البث. الإشكال ليس في المواد المنشورة في صحافة المواطنة، هذه المواد، هذه المواد فيها كثير من معايير، من المعايير ومن أسس العمل الصحفي، لأن هناك صحفيون محترفون يشتغلون أيضا في صحافة المواطنة وجدوها أنها لها جماهيرية وفعاليات. لكن نحن أمام حقل جديد لم تحسم فيه الجدال، لم يحسم فيه. أنا أرى أن حتى الفضائيات اللي ينشطوا فيها إيهاب، فيسبوك مثلا أو تويتر، تجد في مواثيقه وليد وأنت ترى معي أعتقد ذلك،
أنه تجد أنه خطاب الكراهية ممنوع، تجد هذه الأشياء، لكن المعايير المهنية المتعلقة بصدقية الخبر، أن الخبر مقر، وأن من ينشر معلومة كاذبة يعاقب. وكذلك ليست هناك هوية، أحيانا هناك صفحات إيهاب، صفحات سبونسوريزي يعني ممولة وبهويات مجهولة وبمقرات غير معلومة تمارس البروباغندا، لأنه أخطر شيء بالنسبة لكي تسمي ما رأي عام تمارس عليه البروباغندا لتزييف الحقائق. خلينا ها نشوفوا نجاد فقيري. نجاد فقيري، أنت بديت يظهر لي في كصحفية مواطنة في صحافة مواطنة، ثم وليت صحفية محترفة وتراسل في موقع بوابة أفريقيا الإخبارية عديد الاتهامات، صحيح فما عديد الإنجازات للصحافة التشاركية الصحافة الديمقراطية، ولكن أيضا اتهامات عديدة بالتوظيف السياسي، بالتوظيف المالي، بتجاوزات عدم احترام ميثاق الصحفي المواطن، بنشر الأخبار الزائفة. يعني كيفاش بالحق نلقاو تعريف واضح وهوية لهذه الصحافة؟ كما كان يقول سليم بوخذيري، يقول لك حتى التعريفات نتاعها ضبابية وما نعرفوهاش شنو هي بالضبط. شكرا. إذا صحافة المواطن أستاذ سليم عندها بديت مش توا، مش جديدة هي. كي نرجعوا احنا للتاريخ نتاعها معناها نتصدموا، اللي هي قديمة جدا، بديت من عام 1988. أنا واحدة من الناس ما كنتش نعرف اللي صحافة المواطن بديت من عام 1988 بعد انتخابات الأمريكية، ومام عملوا لها حركة إصلاحية، هي حركة حركة الصحافة المجتمعية، هكا حاجة مدنية، التواصل المجتمعي. والمشكل هو الحاجة الباهية، شكون أسسها؟ صحافة المواطن وصحافة المدنية اللي بدأت باسم صحافة مدنية أسسها صحفي رئيس تحرير جريدة في أمريكا معروفة برشا معناها، وخذي عليها جائزة وبقات هي جات كرد فعل على الصحافة التقليدية اللي ما تبعتش في الانتخابات الأمريكية، ما تبعوش اهتمامات المواطن، مشاو كما عنا احنا تو يتبعوا في التصريحات وفي العرك والمعروك. معناها هي قلصت ديمقراطية نجم نقولوا، هما حبوا ياخذوا آراء الشعب كل. وبعديك تطورت وبرشا معناها محررين وبرشا باحثين ودكاترة وكل تبنوها وعملوا، معناها كي ترجع للتاريخ تقعد تتفاجئ بالقيمة متاع هالصحافة هذه. وبعديك بدأت تطور كما قلت انت، كما جاتش صحافة المواطن رانا ما عرفناش صحافة لحد الآن، صحافة قائمة بذات جنس صحفي قائم بذاته. اي، وبتو نحكي على الضوابط ونحكي على السلبيات، راي كل حاجة كما قلنا عندها ضوابطها وأخلاقيتها وعندها سلبيتها، راو مش قلنا اللي صحافة المواطن كلها سليمة، احنا نحكيه على صحافة المواطن الموجهة اللي عندها ضوابط المتكون فيها الإنسان يكون متكون. مثلا احنا في تونس دخللنا التدريب نتاع صحافة المواطن، صحافة الجوال، صحافة البيانات، صحافة وانا واحدة من الناس عاملة فيهم تكوين عند الأستاذ وليد مثلا وعند الأستاذة مبروكة خضير. معناها بدينا صحافة المواطن بدأت تتشكل في ثقافتنا، في ثقافة الصحفي المحترف، ورا مش بدأت تتشكل من توا، من قبل. كما قلت أنا يلزم يكون عندها ضوابط، ولولا صحافة المواطن لما اكتشفنا الحادثة متاع حادثة سيدي حسين، ولا وكذلك الحادثة اللي صارت هالنهارين، حادثة المواطن اللي توفى قدام مستشفى ابن الجزائر قروان، حتى تصوير الفيديو ماهوش واضح. نحكي أنا هوني على جانب كليغتي، ماهوش كليغ الفيديو بالضبط. أما احنا معناها المجتمع والصحفيين وكل اكتشف، معناها وكبنا الحكاية هذيك وعرفنا دوك وائل ساجي. إذا صحافة المواطن نجم حتى تعاون الصحفي في تقاريره في كل. احنا توا مثلا انا كصحفية خدمتي تقاريري قائمة على صحافة المواطن والفيديوهات هذيك الموجودة والتدوينات، خاطر احنا ولا عندنا مجتمع، نقولوا مجتمعنا المجتمع الدولي ومجتمعات كذا كذا، وعندنا مجتمع جديد اللي هو المجتمع الشبكي، شبكات التواصل الاجتماعي شئنا أم أبينا وليت محتلة موقع كبير في حياتنا الخاصة والعامة. كما قلت أنت، راهو هذا ما يمنعش اللي فما مواقع تضليلية، مواقع تنشر في الأخبار الزائفة، وهوني يجي دور الصحفي المحترف ولا دور
ما نصورش أنا اللي موقع إعلامي ولا صحيفة إلكترونية ولا صحيفة ورقية باش تنشر خبر زائف ما تتثبتش من 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 حقيقته ولا من صدقه من المصادر الموثوقة. به كان عندك تعليق بما نمشي الوليد. كلمتين فقط. هي تعتبرها جنس صحفي قائم بذلك. أنا لا أعتبر فكرتها تتعارض مع ما قلته. هي تحدثت عن حالة من الحالات، نحب نوضحها بدقة إيهاب. ثم حالتين في العلاقة بين المتلقي وبين منتوج هذه الصحافة المصطلحة التي سميتها بصحافة المواطنة، لأن صحافة المواطنة ربما في جزء من هذا المشهد هناك، أما فيما عدا ذلك وليست هناك صحافة أصلا فيما نرى في التضليل مثلا في غيره. هو أنه أجبت أنت مثال سيد حسين، سيد حسين ثم وسيط بين المتلقي وبين صاحب الفيديو اللي هو الصحافة المحترفة، دخلت الإذاعات ووسائل الإعلام ومنهم نحن تثبتنا في الفيديو في تاريخه في نشره تحرينا وقمنا بدون، فأعطينا شرعية ومصداقية أنه هذا تم فحص هذه المادة وراه منتوج سليم. لكن في حالات أخرى، لكن زاد عملنا تجاوزات اللي مشينا خذينا انترفيو لطفل في مخالفة لمجلة الطفل وغيرها من القوانين وكراسات الشروط، عملتها مؤسسة لكن يضر لي غطوا الوجه في بالي. لا ما عنده مش حق حتى يغطي. هو خلل في طبعا نحن نقطة أيضا. بينما الوضعيات الأخرى، الوضعيات الأخرى اللي هي الغالبة هي أن تكون بين المعلومة التي تصدر في فضاء التواصل الاجتماعي سواء تويتر ولا فيسبوك ولا غيره وبين المتلقي ليس هناك وسيط، وهنا يدخل تسميم المعلومة والفيك. فنحن لسنا ضد الظاهرة، نحن ضد إخلالات تحدث في هذا القطاع أو في هذا الحقل وفي إيجابي، ونحن مع الإيجابيات تماما كما في قطاعنا، في قطاعنا رغم حرفيتنا، لكن نحن في حرفيتنا لك مقر اجتماعي لك اسم ولك هوية تستطيع هيكل المهنة محاسبتك، بينما في وضعية الصحافة ليس لنا إلا إمكانية القصوى. هل تعتبر أن الصحافة قائمة بالذات؟ أنا أراه إعلاما، الأسلم أن نقول إعلاما مواطنيا، إعلام مواطني مع العلم أراه حتى في الصحافة التقليدية كان يراهن على ذلك. هناك الكثير من المواهب إيهاب اشتغلوا وأصبحوا محترفين وهم لم يدرسوا في كلية الصحافة أو الأخبار، لكن كانت لهم مواهب فقاموا بتجارب قبل ظهور الفيسبوك والواصل وكانوا مخبرين، كانوا مصادر لمعلومات في الصحف، ثم بالتدريج تحولوا بالتمرين. يعني كان الحقل، يعني الفصل ليس كبيرا، يعني الحقل هذا اللي اسمه الصحافة التقليدية المحترفة هي منفتحة على المواهب في الصحافة العالمية بشكل عام وليس في تونس تحديدا، منفتحة على وجود مواهب في القطاع لا تدرس في الكل، يعني من أصل الدنيا تم التواصل مع المواطن وكان يعتمد كمصدر. ومن هنا أتت كلمة صحفي مخبر في الأصل التقليدي، كلمة صحفي مخبر هو أن يكون صحفيا هاويا يكون مصدر الخبر، يعني ثم ناس مواهب في حصول على المعلومة ولكن لا يحررونها بشكل جيد. وليد برشا كلام قال، يعني تعريفات ضبابية، ربما هو إعلام مواطني أكثر من صحافة، يعني صحافة قائمة بالذات. أيضا فما إشكال كبير أنه صحافة المواطن في علاقة بشبكات التواصل الاجتماعي اللي هي الركيزة الأساسية متاحة اللي ظهرت مؤخرا ومحركات البحث، ولو يتصرفوا كناشرين الأخبار، وهنا نتسائلوا على التزاماتهم وواجباتهم القانونية والأخلاقية. أنا خليني نحكي شوي من الجانب التقني وبعد تو نفهموا معتها، بعد ما نفهموا تقنيا تو تبين هالسياقات هذيك. أولا ما فماش حتى صحفي مواطن أو ما يسمى بمواطن صحفي جاء قال اسمعوني رو انا مواطن صحفي، هو بدا يدون على نفسه، وجاءوا صحفيين وباحثين سموه مواطن صحفي وبعد تعاركوا قال لك لا هو ليس مواطن صحفي، هو ليس صحفي الى اخره من الاشياء هذه. فهو ما سميش نفسه، احنا سميناه ثم اختلفنا حول التسميات، والتسميات فما الصحافه التشاركيه، صحافه المواطنه، الصحافه البديله، الاعلام الشعبي، صحافه الجمهور، صحافه الشارع، كلها تسميات لنفس الشيء. كيفاش بدأت التجربة هذه أصلا؟ طبعا كما كانت تحكي زميلتي نجاة من 1977 بعد الانتخابات الرئاسية والخلاف اللي حصل، لأنه تلك الانتخابات والإعلام التقليدي غيب صوت الجمهور واكتفى بنقل ما يقوله مرشحو الانتخابات إلى غير ذلك، فجاءت حركة ما يسمى بالصحافة المدنية وهي تقوم أساسا على تشريك الجمهور في إنتاج المادة. خلينا نمشي معاك فقط هذه لأنه حاجة بالنسبة لي أنا حاجة دقيقة جدا. وقتاش بدينا نتكلم على صحافة مواطن فعليا؟ تكلمنا عليها أول مرة بعد ضربة 11 سبتمبر 2001، لأنه الإعلام لم يكن ما
موجود في البداية ما في بالوش فما طيارة باش تدخل في زوز أبراج زوز طيارات باش يصيحوها. شكون كان حاضر؟ الناس اللي عندهم هواتف جوالة ولا التوريست اللي عندهم دي كاميرا نتاعهم بيرسونيل. من وقتها صار هك الانتشار الكبير للفيديوهات اللي ناس بعدها خلط الإعلام بيان سور وبدأ يصور وبدأوا يتكلموا يقولوا هذا إعلام المواطن، المواطن هو الذي أعلم بذلك وهو كذا وكذا. بعدها معناتها بثلاث سنوات فقط في 2004 حصلت معناتها كارثة التسونامي، وكارثة التسونامي طبعا نفس الشيء شفنا هيك الصور والأشياء اللي موجودة الكل كلها كانت صور متاع هوات صوروها مواطنين عاديين وأغلبهم كانوا سياح وغير ذلك. وكذلك أصبحنا نتكلم على صحافة أو إعلام المواطن. وقتاش روى 2004 تاريخ مفصلي في الحضارة الإنسانية الحالية. اش فما في 2004 شنو اللي صار؟ ظهور شبكة فيسبوك. شوفوا معناتها هك الطفرة هذيك متاع التكنولوجيا والموبايلات والتليفونات، وجات شبكة فيسبوك أصبح فما ظاهرة في البلاد اسمها لا ديموكراتيزاسيون دو لانفورماسيون بالعربية ديمقراطة المعلومة والمعلومات. كل إنسان عنده الحق أنه مثلا أوباما يبدأ في كرسيه وعنده الحق أنه يخاطب الشعب بالفيسبوك، وين هوني والآخر في حومته كل حد في داره عنده الحق، هذا مهم، وعنده نفس الإمكانيات يتسمى النفاذ إلى الجمهور، نجم خاطب الناس بنفس التقنيات. وحتى الأدوات أصبحت سهلة جدا أنه عندك تليفون في ديك أو جهاز كمبيوتر واتصال بالانترنت وممكن تعمل اللي تحب عليه. إلى حد الآن وفما حتى حد طلع وقال أنا راني مواطن صحفي أعطيوني بادج ولا أعطيوني كارت. الصحفيين والباحثين هم اللي سموه. علاش سموه؟ على خاطر ذمة قنوات كبيرة كما فرانس 24 وكما سكاي نيوز وكما بي بي سي وغيرهم في برامج عملوا برامج أصلا تقوم على تشريك الجمهور في إنتاج المحتوى. الباحثين قدموا شوية وليد خاطر ما عادش عندنا برشا وقت. الباحثين نوفا من منين بدا وليد؟ قالك الباحثين هما اللي سماوها فعلا علماء الاجتماع واللي يشتغلوا في حق العلوم الاتصال والاعلام حاولوا على الاقل نظريا تفكيك هذه الظاهره ما يسمى بالصحافه التشاركيه او اعلام المواطن او الصحافه الديمقراطيه او غيرها من المصطلحات. يمكن فما خمسه ولا اربع مصطلحات هما برشا هي كلها هي كلمه فقط نسيتها انه حتى قلنا احنا هل هي صحافه ام لا؟ لانه حتى الصحافه الفعليه الاحترافيه اللي نعيشوها توا كي بدات ما فماش صحفيين متكونين في مدارس وجامعات صحافه، كانوا ادباء وكانوا نشطاء وكانوا بعدين بشوي بشوي وتكونوا حتى الصحافه الاحترافيه اللي عايشينها توا بدات ادب وبدات يعني خواطر وحاجات. يعني انت تقول اعلام المواطن او صحافه المواطن في يوم من الايام تولي هي تاخذ بلاصه الصحافه التقليديه تاخذ بلاصه خاصه بها شوف بالنسبه معناها الكل يقول فيه وليد الكل معناها صحيح، وحتى قلت انت معناها صحيح سيف غي، بدات مع المدونين من الاول وبدات معناها مع انتشار الانترنت، ولا الانسان معناها فما المواطن يتصفح الانترنت وفما اللي يعمل معناها الصور الفوتوغرافيه الى غير ذلك، وطلعت معناها ولا اللي اول من اطلق كلمه صحفي مواطن هي رودريز كليمونسيا ولا شنو اسمها في الكتاب اللي معناها عملت كتاب في الموضوع هذا على ثورة معناها المعلوماتية إلى غير ذلك، وكان في 2001 واللي أعطى الأمبلوغ نتاع الصحف المواطن اللي فيه كلها تسميات راهي اللي قالها وليد ذيك هي الصحف معناها الصحافة الديمقراطية والصحافة الشعبية والصحافة البديلة إلى غير كلها تعني نفس معناها المسمى. اللي أعطاها أمبلوغ هي وسائل التواصل الاجتماعي والويب بوان دو معناها دو بوان زيرو معناها مع ظهور الويب 2.0 ظهرت الصحافة هذه نتاع المواطن اللي فما فيها معناها دي فيديو وتصاور إلى غير ذلك والهواتف الذكية إلى غير ذلك بدأت بشوية بشوية مثلا البي بي سي بدأت معناها في صحافة المواطنة ولا استعملتها معناها بدأت في 2007 عملت وقت اللي صار ذاك الحادث نتاع الترام واللي فيها 56 ميت و700 المهم وقتها مشيت خذيت معناها
المعلومات من عند مواطنين. طورت بشوية بشوية ولت مثلا فما فرانس 24 عندها موقع معناها خاطر تجربة فرانس 24 تجربة مهمة جدا لأنها تجربة عملت موقع على الانترنت تفاعل مع الجمهور وتعمل أخبار عن معناها أنحاء العالم، لكن فما خدمة تتعاون ما بين الصحفي وما بين أكل مواطن هذاك باش ينجم هذا الوصيف يحكي فلا ينتجوا مع بعضهم فلا ينشوا مع بعضهم معناها المضمون معناها الاعلامي دور الاجتماعي لهذه الصحافه دقيقه معناها في الاطار هذا مثلا تو انتم بدينا احنا شنو هي سي فري المفهوم مازال معناها يتبلور مازال معناها تبقى مثلا غيبيكا بلود في احد الكتب معناها نتاعها حكت قالت الفرق ما بين الصحفي التقليدي والصحفي المواطن هي اخلاقيه المهنه وسي بوغ سولا اعطات توصيات انها للهواة هذوما يلزم نمكنوهم من معناها حاجات نفسروا لهم مش معناها جوده الصوره وكيفاش الصدقيه الى غير ذلك، اعطات توصيات باش يقع تاثير معناها هالهواة هذوما وانهم معناها يتعاملوا على اساس انهم يمارسوا الغرام حتى هي غرام يمارسوه لكن وفق ضوابط معناها معينه. هذه مثلا شنو السؤال الاخر بتحب على الدور الاجتماعي لصحافه المواطن الدور الاجتماعي اللي خالو ده ما قرأت معناها المعلومه ما عادش كانت كي نشوفوا الاعلام الجماهيري احنا انتقلنا من الاعلام الجماهيري الى اعلام الجماهير معناها من الاعلام الجماهيري الى اعلام الجماهير من فرد الى الكل الى كل معناها تجاه الكل الجميع معناها هذه من متعدد وفي الاعلام الجماهيري معناها فرد ومتعدد هذا معناها ولت فما نشر كبير معناها للمعلومه متاحه للجميع الى غير ذلك توسع معناها المعلومه ما عادش حكر على مؤسسه الاعلام ومؤسسه الاعلام العديد معناها من كيفاش الشواهد ولا الحاج كيف نكا اللي تبين كيفاش لولا هذا المواطن اللي موجود في على معناها عين المكان لما استطاع الصحفي ان يمارس مثلا ولا يعطي معناها معلومه اكثر معناها صدقيه أكثر فيها جودة. سليم نرجع لك تو استمعنا إلى التعريف ومقارنة بين الإعلام التقليدي والإعلام يعني إعلام المواطن وأيضا في المسيرة هذه الكل شفنا اللي ربما في الدول المغلقة والأنظمة الشمولية ولكن أيضا حتى في الأنظمة الديمقراطية عندما لا يقوم الإعلام التقليدي بدوره يتدخل إعلام المواطن يعني فما نوع كانوا نوع من العقاب يعني أنت ما تقومش بدورك أو تعطيني ولا توريني زاوية نظر معينة اللي تحب تعديها لي كإعلام تقليدي أنا نتجه إلى الإعلام المواطن وهذا يقوي الإعلام المواطن شنو رأيك؟ قبل إجابتك بسرعة إيهاب أتفق مع الزملاء في حكاية الصحفي مفهوم الصحفي المواطن قد يكون نسبيا واضح لكن مفهوم صحافة المواطنة مفهوم إطلاقي مازال الصحفي المواطن واضح حتى في كلامكم الكل أنه الصحفي المواطن هو اللي يتحلى بالحد الأدنى من المعايير ويوظف المعلومات اما صحافه المواطنه نحبذوا تسميه المواطن الصحفي يا سيدي المواطن الصحفي مفهوم شبه واضح الان لكن صحافه المواطنه تسميه اطلاقيه كبيره لانه انت الان هل تصنف صفحات الفيسبوك البروسبونسوريزين من غير هويات صحافه وتعطيك فيديوهات وتعطيك معلومه لكن تمارس التضليل احيانا وتمارس المغالطه وتمارس الفيك الزيف تمارس الزيف يعني تعطيك معلومه هي صايره في وقت معين تجيب لك فيديو من وقت اخر وتربطه بسياق هذا قوس ونقفلوه الان سؤالك ايهاب ان شاء الله ما نسيتوش سؤالك السؤال اللي هو حتى في الانظمه يعني الشموليه الديمقراطيه ايضا هناك نوع من العقاب للصحافه التقليديه يعني نحن حين نعود مثلا الى تجربه تونس، تونس عشنا التجربه الشموليه الحكم الاحادي الدكتاتوري والحكم الديمقراطي لكانت لنا صحافه كان لنا المواطن الصحفي كما يقول وليد كان لنا زهير مخلوف وكان لنا صديقنا الشهيد زهير يحيوي برشا اسماء وني مارستها الصحافه وزهير وسفيان شرابي كنت عامل وياه مدونه مشتركه انا وياه واصدقاء ولينا بن مهني ولينا بن مهني ولعبنا الدور هذا مدونين به هذا في الدكتاتوريات انت لك الشرعيه لتمارس هذا في حتى في الديمقراطيات لك الشرعيه طبعا لك الشرعيه معينه ان المعلومه محجوبه وان الصحافه التقليديه معناها جناحاتها مقصوصه ما تنجمش تباشر نشر الحقيقه بينما دورك في الديمقراطيه سيصبح مضاعف لانك انت باش تدخل في منافسه مع صحافه حره يجب ان تكون اكثر جوده منها واكثر مصداقيه منها، الاشكال اللي قاعد يصير شنو؟ هو ان هذه المواد المنشوره في الفضاء اللي اسمه صحافه المواطنه فيها ما هو غث وفيها ما هو سمين وفيها ما هو بحسن نيه لانه احيانا مثلا نرجع ديما المثال سيدي حسين لك انت اتخذت مثال جيد جدا، في سيدي حسين ما الذي ادرانا
مو في الخبر الصحفي في المعلومة الصحفية عندنا مبادئ عامة على بجدية أين متى كيف لماذا من أين جرى حدث متى من عارف أن سيد حسين الصحافة المحترفة هي التي عرفت لأنه هنا أصبح التعاطي هنا نحب نقول نوضح نقطة هامة جدا هو أنه من أصل الدنيا للصحافة المحترفة المصادر المواطن المصدر الذي هاو شاتيك مثال هو توليد معناه انت تعتبره مصدر صحفي ماهوش هو مصدر بربيد. اكثر منه صحفي صحفي يعد صحفي هو صحفي. مصدر اي مهمه برشا هاو مثال هاو وليد بك على مثال احداث 2001 احداث سبتمبر نحب نقول لك اقدم شوي وليد ممكن انت نسيت نيوزويك عندها صوره شهيره نتاعك المواطن اللي عرّى صدره للدبابه في بكين كنت تذكره وكتبت نيوزويك عنوانها شهير موشات يعني موشات اللايين اشترها الكل انها ثوره في فلسطين قالوا لك كيفاش عرفتي؟ قلت لهم الصوره والخبر وصوره. الصوره التقطها مواطن هذيك. فيا حبيبي الان نحن ازاء ذهب الى 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 طرح اسئله لا اراها هي العاجله. ارى المساله العاجله هل ان هذه المواد التي تقدمها سميها صحافه المواطنه الاعلام المواطن هي ماده مستوفيه شروط حتى نقول انها صحافه؟ هل ان هذه الماده تحترم اخلاقيات الناس مهم 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 سؤال هذا مهم برشا هذا هو السؤال اكثر هو اكثر, أكثر استحقاقا يا وليد انا نحب هو يعتبر صحافه المواطنه وليد يعتبر مصدر مصدر من جمله مصادر مصدر معلومه لا لا وسؤالي هو سليم وهو سؤال مهم جدا تساؤل في الحقيقه قال هل انه هل المحتوى هذايا مستوفي للشروط وكذا وهل انه المحتوى نتاع الصحافه التقليديه اللي يتبث في الاذاعات وتلفز في الجرائد في المواقع مستوفي لشروط هذه لأنه يحترم في أخلاقيات العمل ويلتزم بمعايير الصحافة أجيبك يا وليد في القطاع في الحقل الأول الصحافة التقليدية عندك هياكل رقابة وعندك ضوابط وعندك عقد اجتماعي يربط بين الصحفي وزميله الصحفي والخبر والصحفي والقارئ والقارئ له عقد اجتماعي يربطه بالصحفي هو أخلاقيات المهنة الخبر المقدس التعليق حر إثبات في صحافة التقصي مثلاً لنا معايير هناك معايير وضبط وهناك هياكل ما بعد النشر يعني هياكل تحمي القارئ وتحمي المتحدث عنها في الخبر وهناك ضوابط تمنحه حق الرد في حالة التضليل هناك ضوابط للتصدي لهذه الانحرافات حدثت السؤال ليس هل فيها أخطاء كل القطاعات فيها أخطاء أو انحرافات أحياناً لكن هل هناك إفلات من المحاسبة في حالة فما إفلات من المحاسبة في حالة الصحافة المواطنية يا سليم فما إفلات من المحاسبة في الصحافة التقليدية ما فماش إفلات من المحاسبة توني كي نكتب خبر في الكاميرا والقلم يبدأ زائف تنجم تشكي بيه إيهاب لا لجنة أخلاقية المهنة حتى صحافة المواطن تنجم بدا المواطن الصحفي تنجم تشكي بيه كيفاش هويته ما غير معروفة هو هويته غير معروفة مش كل هوية مش كل خليها تجاوب برشا أسهل أنت طرحتها أنت تتكلم على خلينا جات برشا قال لك أولا أنتم مصدر ماشي صحافة بالمعنى الجنس مش الصحفي. مش دائما ثم احيانا ثم فيهم صحفيين محترفين ماشي صحافه ولا تخضعوا للمعايير الصحفيه واخلاقيه المهنه واصلا ميثاق شرف المواطن الصحفي ما تتبعوش في اغلب الاحيان الا اللي معروفه هويتهم والتدوين والفيسبوك هيك هيكل تراقبهم وغيرها فماش حتى هيكل هذه الكل الضمانات الكل مش موجوده كيفاش تحبونا نصدقوا هذه اللي تخرج فيه وانتاجات صحافه المواطن نحب نجاوب الاستاذ سليم كما قال الأستاذ وليد الماجري نطلق عليها مواطن صحفي مواطن ما نقولوش صحافة مواطن وصحافة مواطن خاطر كما قلنا حتى أنا قبيلة قلت في فيديو متاع المواطن اللي توفى قدام ابن جزار مام الفيديو ما هوش كلاخ لا يستجيب لك المعايير والبلان وكذا وأذوكم الكل صحافة أعطيني كيفاش يزني صدقك أنا مواطن ايه ولا صحفي محترف اعطيني ضمانات شنو هي الضمانات باش نصدق الصحفي المواطن الاعلام التشاركي الاعلام الديمقراطي اللي تحب تسميها انت كيما تسميها الاعلام المدني كيف بدا 77 في الولايات المتحده ما هي الضمانات اللي اصدق انا كمواطن مش حتى كصحفي ربما صحفي عندي الياتي للمتابعه والتحري والتقصي ولكن المواطن العادي اللي حتى يعني الاخبار الزائفه تملا مواقع التواصل الاجتماعي ما هي الضمانات شنو الضمانات شنو صدقك انت الضمان اول حاجه انه تكون مثلا صفحه موثوقه مش اي صفحه احنا مش نمشيو مش اي صفحه ولا اي انسان ينشر معلومه احنا نمشيو نقولوا هذه هي وكذا هو احنا راهو في تونس وحتى في العالم اجمع عشنا اكل الفيديو ليتداول بعاطفه بعاطفه هكا ونقولوا يا ضربوا فما حكايه يا علاش عملوا هكا
لكن كمواطن صحفي عندك مرجعية وثقة، ماذا بيك تحافظ على المرجعية هذيك متاعك والثقة. الدعم بالفيديو الفيديو اللي خذيته ولا صورته ولا بي كما قلت قبيلة حقائق تصريحات من مصادر موثوقة من مصادر رسمية، وتوا وليت القصة الخبرية منتشرة برشا في الصحافة وفي التقارير وكل. ماذا به المواطن كي يدخل؟ احنا شكون نكتب ولا للمواطن للمتلقي بصفة عامة؟ توا ما عادش الإنسان يكتب، لكن المتلقي المثقف ولا المتلقي المتوسط الإنسان ولا يكتب للناس الكل، خاطر شبكة التواصل الاجتماعي، خاطر احنا مام حتى المواقع الكبيرة ولات على شبكات التواصل الاجتماعي، نمشي وندخلوا للصفحة متاع مثلا التلفزة الوطنية نتبع عن الأخبار حتى اللي فاتني نمشي نجب نتبعه. أكيك المواطن ولا المتلقي بصفة عامة يمشي تبع الأخبار من الإنترنت. معناها راهي ولات شئنا أم أبينا احتلت موقع كبير في حياتنا. أنا مصدر، هي أنا اعترفت أنها مصدر. أي بيان سور بيان سور، بالعكس احنا إذا لم يتم توظيف الحاجة اللي أنت قاعد تعمل فيها، إذا لم يتم توظيفها توظيف جيد لا داعي معناها ليها الحاجة ذيك. دونك كما قلت أنا حتى وسائل التواصل وسائل الإعلام عملت مواقع على الإنترنت وكل، وليت دارجة التقرير المتكامل القصة الخبرية حتى في برامج التلفزية تلقاه تقرير يجيب لك فيديو يتبعه. حتى قبيلة في التقديم شفنا فيديو مصوروه وتبعناه، معناها راهي كل حاجة مرتبطة بعضها أستاذ سليم، المصداقية المصادر التوثيق والفيديو ولا الصورة تاخذها أنت وتعمل لها هذاك الكل. ما تراش يا سليم في نفس الواحد نعطيك الكلمة أنه الإعلام التقليدي خلينا نقوله القديم الكلاسيكي قعد كأنه خارج التاريخ، يعني الباث والمتقبل هذه العلاقة يعني الأفقية ما عادش موجودة مع الإنترنت ومع وسائل الاتصال الاجتماعي، يعني ولا دخلنا في مرحلة يعني مرحلة التفاعل. وأصلا مؤسسات الإعلام الكبرى ولات تعمل برامج وتعمل إنتاجات أساسا منطلقها هذا الصحفي المواطن كمصدر للخبر، وربما كمراقبون، هم مثلا في فرانس 24 المثال اللي شفناه يعتبروهم مراقبون ويساهموا في دعم وترسيخ الديمقراطية وكشف العديد من التجاوزات وأهمها فضح ملفات الفساد. يعني هذه حقيقة على أرض الواقع يلزمنا نعترفه، وربما يلزم احنا في الإعلام التقليدي نسيرهم مش هم يسيرون. انت الان اعتقد انكم ذهبتم الى ما قلت، ربما لم احسن التعبير عن الفكره جيدا. انا قلت انه العلاقه بين الصحافه التقليديه وبين هؤلاء الممارسين للمحاولات انتاج مواد اعلاميه سواء روبورتاجات يعني نقل، هي ممكن ان تكون مواد اتصاليه اكثر منها اعلاميه. لا لا، حتى هي مواد خبريه احيانا هناك حوادث مرور، واحيانا هناك اعتداءات بالعنف والى اخره، هي اخبار يعني. العلاقة كانت قائمة منذ واعتقد وأن وسائل التواصل الحديثة دعمت ونمت هذه العلاقة. هنا تتحدثون عن شكل واحد من علاقة المتلقي بهذه المواد المنتجة بحسن نية من قبل هؤلاء، وهي أن يكون هناك صمام فلتر يعني فلتر مصفات، هو أن تذهب إلى مؤسسة إعلامية تتبنى المعلومة كما فرانس 24 عملت تجربة يحتذى بها في تنمية في تدريبهم أيضا، ثم يكون هناك المصفات هو رئيس التحرير، يعني هما ما عندهمش ميثاق وما عندهمش معايير مهنية، لكن هناك لكن تنفذ عليهم المعايير المهنية فتعتمد موادهم وتنشر. وهناك حتى من مارس يعني هما مصدر، يكونون مصدر مش صحفي يكون مصدر. لكن هناك في صفة الصحفي المواطن الصحفي لا نحيها جدل منطقة اختلاف النحاها هذه، وكأنه توا لكن إيهاب هناك شكل آخر من علاقة هذه الصفحات اللي ما نعرفش أنت تنطبق عليها مفهومك نتاع صحافة المواطنة أو لا، هذه الصفحات المنتشرة واللي عندها عدد كبير، العلاقة المباشرة بالقارئ والمتلقي مش عن طريق مصفات، هذه العلاقة هي الغالبة الآن. أري حالة فرانس 24 حالة استثنائية والشيخ يحفظ اليومي اغلب اخبار نحن ما شاء الله من اخبار اللي نكذبوهم في الكاميرا والقلم بعد التحري هي اخبار صدرت عن تدوينات فيسبوك او صفحات فيسبوك، وهذه الصفحات كانه ثم غرفه عمليات وكانه هناك نيوز روم معناها موحده في نفس التوقيت يصدر الخبر في صفحات، احيانا حتى صفحات لها تحمل اسماء جهات دون ذكر جهات تنشر خبر واحد دون هناك الكثير من الامثله. ساعات
ساعات نحن الناس نكون ضحايا لهذه الأخبار، أما أخبار مفزعة أو أخبار مفرحة أو أخبار من أو أخبار متهكمة. وسألك سؤال مهم، فانتشار انتشار هذه العلاقة هو الخطير يا وليد، انتشار العلاقة بين المواطن وبين الفيسبوك والتدوينات على أنها صحافة، على أنه خبر مقدس، ويعرضك في الشارع يقول له منين ليك أخبار؟ قريته في الفيسبوك. المشكلة يا ودي الفيسبوك ليس مصدرا، الفيسبوك راهو مرتع للغث كما للسمين. يا سليم المشكلة أنه مضبية ثم مصفات لا لا معك معك تماما، ولكن الخلل فين موجود؟ الصفحات هذه وين تصنفها؟ لا لا ما هو مش نقول لك يعني خاطر فما خلل اللي في الشيء نحكيه فيه. فما فرق بين المواطن الصحفي وبين مواطن يكتب على نفسه في فيسبوك، وهذا اللي قلته. وهذا الفرق، المواطن الصحفي الفرق بينه انه يكتسب صفه مواطن صحفي. حبش المصفي عنده كارد لا ما عندوش، حبش اعطيك تعريف بسيط. المؤسسه الاعلاميه اللي تتعامل معها كمصدر، ما تعريف بسيط هذا مركز. سامحني انا كيفاش نفرق؟ انا عندي صفحه هذه مستعمله من خلايا معينه، عندي صفحه اخرى نتاع اللي تسميه انت صحفي مواطن، شنو يقول لي؟ شنو شنو هي الكارت؟ شنو هي الورقه؟ شنو هي الدليل اللي هذا صحفي مواطن وهذا به؟ وهذا صحيح باهي باهي واضح الكلام. خلينا نشوف التعريف ونقول هذا ينطبق عليه. لا لا هذا لا لا كلامك مهم جدا، ولكن احنا لما نستهلكوا اخبار نستهلكوا بين ظفرين طبعا. حاجتك باخبار عندك يعني نتفاعل ونستخدم اخبار، عندنا مؤسسات اللي نثقوا فيها ونمشوا لها مباشره. ثلاثه واربعه انا كي يجيني يقول لي كفر فيب شوالي ثمانيه ما نعرفش، هذا موقفي الخاص. انا عندي زوز وثلاثه مؤسسات مثلا نمشي الموزايك لاني نعرف في الاخبار هذه يمشوا لها بكثره. نمشي للقناه الوطنيه نشوف ماشي حاجه اوفيسيال، نمشي لوكال تونس افريقيا الانباء ولو اني طبطه شويه ولكن تهبط الخبر من مصدره. هذايا معروف اذا حاجتك بالخبر، ولكن الماده التي يقدمها المواطن الصحفي هي ليست ماده اخباريه صحفيه صناعيه بالاساس، هي ماده عندها خلفيات اخرى، وهي تستند الى شيئين اثنين، اما انها تصور اشياء تحدث النقل المباشر لما يحدث دون اي معالجه، مثلا حدث ارهابي عمليه ارهابيه صوروا في المباشر وبعد معناتها ما الحدث تستهلك الناس ثم يتم معالجته بعد ذلك. والحاجه الثانيه اللي ممكن يعملوها هي التبليغ عن حالات نتاع فساد، عن حاله اختطاف، عن غيره. ما عطيتنيش المعايير، كيفاش نفرق بين هذا وذاك؟ ما فماش علاش باش تفرق، لانه ماهيش مشكله. هي وليد ذهب الى البيت ولم يذهب الى المتلقي، انت صورت المتلقي الثاني. وليد بعد اذنك ايهاب، بعد اذنك كلمه واحده، صور المتلقي على انه متلقي واعي كما وليد المجري وإيهاب وسليم والحاضرين، أنه نحن صحفيين محترفين أكيد نمشي للموزايك نثبت ونمشي المواطن العادي علاقته بهذه الأخبار علاقة ثقة وموش محترف لدرجة أنه بالشرش هو يعتمدها، أصبحت معلومات جماهيرية تنتسر سريان النار في الهشيم، إشاعات كثيرة لا أريد ذكر أمثلة يعني كثيرة. نحن قلت لك في الشهر شوف ما شاء الله من الأكاذيب اللي صدقها المواطن وتنتشر، المواطن مش واعي، إذا لابد من حماية المواطن. باش أنا أقترح أن لا تعتمد إلا الأخبار كما قلت أنت اللي هي تمر عبر صمام او عبر صحافه صفحات تكون مشهود. حصلت في ازمه ولابد من تشريك هيكل المهنه لانه هذا يهم المهنه ايضا. تشريك هذا اللي هو الحق في المعلومه، حق كل انسان تبادل المعلومه ونشرها باي وسيله، هذا بالقانون. المعلومه وليست الكذبه، المعلومه هي المعلومه. نعم نعم. شوف بالنسبه لي معناها كلمه الصحفي الصحفي معناها مواطن هي كلمة معناها للاستهلاك، راهو حتى قبيلة وقت اللي حكيت قلت راهو انتقلنا من الإعلام الجماهيري إلى إعلام الجماهير، حتى كي جبت على كليمانسيا رودريغز ما نعرفش ننطق اسمها بالمليح، معناها تحكي على إعلام المواطن مش هالمواطن دايره ولا صحفي ولا معناه يبقى فما فرق، فما فرق كبير. على كلمة صحفي مواطن هي كلمة متداولة، وحتى كي نرجعوا حتى للأدبيات إلى غير ذلك التورة ما فماش فيها ما عندهاش تأصيل معنى علمي. هذه حاجة اللي خلى نحكيه على إعلام المواطن وعلى هي شبكات التواصل الاجتماعي لانفورماسيون إلى غير ذلك اللي ولت معناها بون ينجم يتهذب هذاك، علاش معناها فما شكون معناها من الباحثين إلى غير ذلك يقول لك يلزم معناها هل هويت خاطر سموهم هويت، هما هويت يحبوا يتصوروا يحبوا يصوروا ولا كيفاش مغرومين بالتصوير الفوتوغرافي ولا بالفيديو يكتبوا الى غير ذلك، يحبوا يعملوا دور، هم نشطاء
وهذا الدور الاجتماعي اللي خبريك زاد سالتني عليه معناها نشطاء فما حركيه فما ديناميكيه باش نجم معناها بور كاناليزي ان بو هالديناميكيه هذه معناها مادام الفرق هو في اخلاقيه المال لازم شويه تدريبات وبدات تعمل فيهم الجمعيات الى غير ذلك لكن مش الكل معناها مدربين نعطي انا كي نحكي على المعايير مثلا قبيله قبل ما نجي باش نعطي الفرق ما بين اذا كان وسائل الاعلام الجماهيري كيفاش تتعاطى مع الموضوع كيفاش الاخرين تعاطوا قبيله قبل ما نجي فما فيديو بالنسبه لي فيديو شنيع نتاع الزوج اللي معناها جبد عينين زوجته الوغ الفيديو نتاع المراه مازالت معناها خارجه وعينيها بالبونسمون وعملها يسال فيها اللي معناها مزمي روحه وما نعرفش عليه يعلم فينا ولا صحفي مواطن وهي معناها في وضعيه نتاع الشاشه وتحكي معناها كي نقول انه فيديو يقشعر البدن يقشعر هذايا كي تجيب مثلا تتعامل معاه هذايا يقول باش نعلمكم الى غير ذلك معناها شنيع هذاك علاش قلت اني راهو اعلام مواطن قال لي مش هذاك صحفي بشوي ما فماش كلمه الاهم ما فماش كلمه نكمل كلمه معناها هو مصدر نتاع معلوم لو كان جا تعاطي في الموضوع نتاع هالكا هذه نتاع المراه هذه الفيكتيم دو فيولونس في باش يكون تعاطي اخر على خاطر فما احترام معناها بالقواعد وبالقوانين القانون التونسي احترام للسريه نتاعها احترام لحرمتها احترام لدرجه شنو ما نجيش نعرضوها معناها باش نعمل لها فيديو هذه الافلاتات وهذه معناها هكا بدينا ندخلوا في السلبيات العميقه اللي تمس معناها المواطنين الكليكه وتمس الضحايا خاطر هيك ضحيه ما خاطر ما عندوش كان جاي عنده اخلاقيه المهنه وكان جاي هو معناها عنده حتى شويه تكوين في ما يعملش حاجه كيف نكيكه ما يجيبلكش والا يمشي لك الطفل نتاع الولد هذايا نتاع سيدي حسين معناها يعملوا له في ديزانترفيو هذا مش مش مختلفين عليه هذا حبيت انا بالنسبه لي ما قلنا انه فما ايجابيات كذلك وليد انا ما نحبش ما قلتش انه مش مختلفين فقط سامبلومون حبيت نصحح نقول كلمه هذه الصحفي المواطن راهي من المفاهيم معناها المتداوله الغالطه حتى الباحثين وقت يحكيوا على اعلام الجمهور على اعلام المواطن هل واحد يحب يكتسب صفة صحفي مواطن معناها بون معناها الشخص معناها انستاتيو دون لا سوسيتي اللي هو مازال مش موجود اعطت يعني نقطة مهمة فما فرق بين اعلام المواطن وبين الصحفي اللي يحب يكتسب يولي صحفي مواطن فما فرق جذري وكبير ومهمة برشا النقطة اللي قالتها فتحية شنو رايك هو حتى اول ما بدا يتسمى نقولوا هالشكل الاخباري باهي نقولوا شكل اخباري احنا اول ما بدا يتسمى كما قلنا تسمى الاعلام التشاركي الاعلام الديمقراطي اعلام الشارع ما قالكش راهو صحفي كما قال الاستاذ وليد قبيله شكون قال لك هذاك صحفي هذا صحفي هاو دليل الصحفي المواطن هذا هو اسمه المواطن الصحفي اي المواطن الصحفي هو مواطن يطلع بمهمه تقترب الى الصحافه وهذا اللي نقشوا فيه دون ان يخسر مواطنته ما عنديش مشكله في التسميه عندي مشكله مع الصحافه نكمل التوضيح قلنا احنا الثوره نتاع الالكترونيك وهذه كل بدات من 2004 بعد ما جاء الفيسبوك وبدات الفيديوهات تتداول الباهي والخايب قبل 2004 كان قائم حتى للقدم من عام 1988 كما قلنا قبيلة سماوا الصحافة المدنية هذه ولا إعلام مدني وصحافة مش صحافة المواطن نقعد ونحكيوا في إعلام بدأت مع المدونين في 88 كانت علاش سماوها كيكا فاكا ليزانترفيو وكا الحوارات اللي يعملوا مع المواطن هكا التصوير المباشر اللي ياخذوها من عند المواطن هذاك الكل بديت من غادي ما بديتش مع هاو كم شيء واحد ما هو ما عندوش حتى صفه مش نقول حتى مواطن مشى يصور المراه كما قالت قبيله تو انت حتى الشخصيات العاديه ساعات تلقاه ناشط مدني مثلا نهار كامل يصور في الشارع كيفاش في المواطن كيفاش صرح في هو هي تدوين اتخذ من معناها من الخبر والمعاينات خذي منها هذه الاعلام سمحني الاعلام هذا نسموه اعلام المواطن بدا مع التدوين تدوين وهوني يجي كما نقولوا الصحافه الاكاديميه يجي دورها هي باش توجه تستغل هالمكسب نعتبره مكسب انا صحافه المواطن باش تعمل له باش هي تاثر سليم من الاول قال هو وسيط يعني اذا فما انا اليوم نقرا في ماجستير في الجزائر هاو بحذنا الجزائر ماهيش بعيده علينا تحكي على المواطن الصحفي
ضوابطها، تعريفها بطريقة تحسها أكاديمية تقرب لك وتحس اللي أنت عندك. سليم خلينا نختم معك سليم، ما فما ماستر في الجزائر المواطن أصلا ماهوش بعيد، واحنا مقبلين نناقشوا ما نحكيوش على العالمي، ما نحكيوش على العالمي، العالمي راهو زاد موجود برشا ابحاث وبرشا دراسات. إيهاب معناه ذكرت اسمها اكرام لقب واحد خدمت معايا موضوع كيف نهكا ماجستير في معناها في معهد الصحافه وبينت الحاجات هذه، اما ما سميش صحفي مواطن، سميه كلمه صحفي مواطن سليم. اعلام المواطن ولا قلب المواطن الصحفي كما توقع يقول في المعلومه من حقوق الانسان، من حق كل انسان تبادل المعلومه، هذا بالدستور التونسي حقنا في المعلومه. اذا علاش النقاش هذا كل في نهايه الامر هذا مصدر ولا صحفي ولا اعلام يساند عمل الصحفي في ربما تبيان وكشف حقائق معينه. الحق في المعلومه وليس الحق في الكذبه. وهذا هو الفرق. اول حاجه صار مازلت متمسك برايي بعد اعتذار الاختلاف مع زميل وليد على ان هذا الاستاذه فتحيه هو انه هذا المفهوم جديد وهذه العلاقه جديده، هي قديمه. مش عارف خدمت عندي تو 30 سنه في مهنه الصحافه. في الصحف التونسيه اللي عملت فيها انا وفي الزمن اللي قبلي كانت هناك صحافه الراي تنشر لناس غير محترفين. في الصحافه الاخباريه نفسها صفحات للجهات، هناك صفحات للجهات يباشروا الناس مواطنين أخبار وينشروها ولهم ثقة ولهم علاقة مباشرة بالتحرير. حتى في الصحافة الرياضية الأندية قسم الثالث كانوا مواطنين، الصحافي المواطن هو مفهوم قديم. سليم رجاء أقل من دقيقة، أقل من دقيقة بالنسبة للحق، الحق في النفاذ للمعلومة به ربحا للوقت، الحق في النفاذ للمعلومة هو حق مكفول للمواطن سواء عن طريق الصحفي الذي يكون وسيطا له أو عن طريق المواطن نفسه. الإشكال هو أن في ديمقراطيتنا ناشئه، نحن الحريات لم نصل بعد الى الخطوط المثاليه. هي باختصار شديد هو حتى صعب تذكرون اكثر من حاله، مثل حاله زميله خوله بوكريم تذهب الى القضاء للحصول على قرارات قضائيه للحصول على المعلومه اللي هي حق مكفول. للاسف الان زاد نعانوا الزملاء الكل يشتكون، مؤسسه الرئاسه لا توفر الحق في المعلومه، رئاسه الحكومه لا تعطينا كل المعلومات التي نطلب، تعطي ما فالان ما زال هناك علاقه عدائيه مع مساله الحق في النفاذ للمعلومه، وهذا خطا. نحن لا نحتاج فقط الى هيئه تنفذ إلى المعلومة، بل نحتاج إلى إرادة سياسية وإرادة عامة وإرادة أن تكون واقعا ملموسا ولا يظل حبرا على ورق. للأسف هو حبر على ورق، حبر على ورق حتى كيبدا عندك حكم قضائي صعب تنفذه. هي مع بعض الزملاء وغياب المعلومة يعني يعني انتشار الأخبار الزائفة طبعاً. وربما يدعم زاد دور الإعلام المواطن اللي ما لقاهاش في الصحافة التقليدية وما يلقاهاش في الإعلام الرسمي. إذا ثم ربما طرق أخرى موازية، مش موازية بمعنى الخايب لكن اون باراليل نجم عمل الصحافه التقليديه. كلمه برك ترودي اعلام مواطن، لان الاعلام هذا هو قلت لك خلطه بيته كبيره فيها صادقين وفيها صفحات مسمومه وفيها كلمه كبيره اعلام المواطن كله ننسبه له. هو اعلام موازن، هو نسميه الاسلم ان نقول اعلام موازن فيه الايجابي والسلبي كما في قطاع. سليم بوخذير رئيس تحرير موقع الكاميرا والقلم، شكرا لك. شكرا على هذه الاضافات. نجاة الشقيري صحفيه في بوابه افريقيا الاخباريه ومختصه في صحافه المواطنه، شكرا لك. شكرا. بعد شويه بعد فقره اعدتها زهره فضلي نشوفوها، ومن بعد مع الاخبار الزائفه. أمام تطور الوضع الوبائي، النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تصدر نشرة توجيهية تهدف إلى حماية الصحفيين والعاملين بالمؤسسات الإعلامية. النقابة وجهت توصيات خاصة بالمؤسسات الإعلامية، أهمها توفير مستلزمات التعقيم والنظافة ومعدات السلامة في أماكن العمل، تجنب استدعاء الضيوف إلى الاستوديوهات قدر الإمكان والاعتماد على المداخلات الهاتفية والإنترنت، السماح بالعمل عن بعد في الحالات الممكنة، وضع خطة عمل ميدانية تراعي الوضع الصحي العام وتحترم توجيهات الدولة كالسفر والتنقل والعمل في التجمعات العامة، التواصل المستمر مع الطواقم الصحفية والمراسلين الجهويين واحترام واجبهم في دخول الحجر الصحي المنزلي. كما وجهت النقابة توصيات للصحفيين، منها إبلاغ النقابة في حال عدم التزام المؤسسة الإعلامية بتوفير معدات الوقاية في مقرات العمل، إبلاغ النقابة عند اشتباههم في إصابتهم بالفيروس والدخول في الحجر الصحي المنزلي للمتابعة وتقديم الدعم، تجنب الاقتراب من الأشخاص المصابين خلال عملهم في الميدان خاصة في المستشفيات والمراكز الصحية والمعابر الحدودية والمطارات والموانئ، الالتزام بالدقة والمسؤولية في تغطية المواضيع المتعلقة بفيروس كورونا واعتماد الجهات الرسمية كمصدر أساسي للمعلومة،
التثبت من الأخبار التي تنشر في مختلف المنصات وخاصة منها مواقع التواصل الاجتماعي، الالتزام بحماية المعطيات الشخصية لضحايا الفيروس وعدم الكشف عن هويتهم. مرحبا بكم مجددا في برنامج مونيتورينج، الفقرة قبل الأخيرة وهي فقرة الأخبار الزائفة مع منصة تونس تتحرى بثينة العطر. مرحبا. عسلم إيهاب، عسلم مدام فتحية، عودة ميمونة الوليد، مبروك، عسلم مشاهدينا الكل. اليوم تحرينا لكم في 5 أخبار، منها صحيح ومنها زائف ومنها المضلل. أخبارنا تتناول الكورونا بالأساس بحكم الوضع الصحي الحالي، وعنا زاد أخبار يهم امتحان البكالوريا. به الأخبار الأولاني؟ باش نبدأ بالأخبار الأولاني، هو في علاقة بالكورونا كما ذكرنا، يهم منطقة حي التضامن وهو أخبار صحيح. الخبر هذا رصدناه من خلال صفحة راديو ويب للتضامن اللي قالت منذ ثلاثة أيام اللي اللجنة الجهوية للصحة بأريانا جبت معها 100 تحليل لتقصي فيروس كورونا، وهذا لأكثر من 100,000 ساكن. احنا استغربنا الخبر خاطر 100 تحليل عدد صغير برشا بالنسبة لعدد السكان في حي التضامن. دونك اتصلنا بالمدير الجهوي للصحة بأريانا السيد طيب شلوف اللي أكد لنا الخبر وقال لنا انه 25 شخص من بين ال 100 شخص هذوما اللي تجرات عليهم الفحوصات او التحاليل السريعه طلعوا حاملين الفيروس. خبير الاخبار صحيح. اي خبر صحيح. الاخبار الثاني كيف يهتم بالكورونا، هو عباره على صوره مظله. الصوره هذه تتمثل في صوره لمقابر جامعيه في القروين اللي هي منطقه موبوءه توا، وزادت الصوره هذه دارت برشا على مواقع التواصل الاجتماعي. احنا كوحدة رصد الأخبار الزائفة تحرينا في الصورة هذه من خلال عملية البحث العكسي، اكتشفنا انه تم تداولها على عديد المنصات كما فيسبوك تويتر وحتى تيك توك. صورة نحب نطمنكم هيش في القروية وما هيش جديدة، نظرا لانها تنشرت لأول مرة بتاريخ 8 ديسمبر 2020 في صفحة فلسطينية وبعد في صفحة مصرية وسورية وصولا الى تونس. معناها دارت بارتو العالم كله. انت عاد ما شريتها كيفاش سامحني بارتاجيتها هذه ولا بارتاجيت؟ رد بالك عاد برشا بارتاجوها هي غلطه من غير ما يثبتوا في صحتها. نتعدى الخبر الثالث، هو زاد عباره عن صوره مظله في علاقه بين ويب القيروان مجتمعين في مطعم في ظل الاوضاع الصحيه الخطيره في الجهه. اتصلنا بنائب من النواب الموجودين في الصوره اللي هو سي خالد الكريشي من الكتله الديمقراطيه. سي خالد اكد لنا انه الصوره صحيح في مطعم في القروان، اما هي صوره قديمه تعود لجوان 2020 وهي جت في إطار اجتماع بين نواب الأحزاب الحاكمة ونواب المعارضة باش يبحثوا في المشاكل التي تعاني منها ولاية القيروان. معناها صحيحة مقدمة. أي صورة مظلة. معناها اللي حاب يحطها يقول باش يقول راه غزو الكوفيد كيفاش عامل في البلاد والناس قاعدة تتعشى. والنواب شنو قاعدين يعملوا؟ واضح. باش نكملوا إيهاب مع آخر خبر في الكورونا اللي هو زاد خبر مظلل. فما صورة نشرت على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي ونشرها زاد الدكتور زكريا بوغيرة اللي برز برشا في فترة الكورونا هذه. وتو عاود ظهر مرة أخرى. الصورة هذه توري أب وابنه يتقاسموا في قارورة أكسجين باش ينجموا يتنفسوا. صورة مؤلمة برشا وتبث برشا هلع في نفوس المواطنين. قمنا بالتحري بتقنية البحث العكسي اللي أثبتت لنا أنه الصورة ترجع لسبتمبر 2018 وهي صورة الأب يحتضن في ولده أثناء خضوعه لعلاج الكيميائي دون تحديد مكان الصورة. نحب نقول أنه كينوشر دون تحديد مكانها معناها في تونس ولا ما نعرفوش ما نعرفوش هي أصلا قبل كورونا. هي قبل كورونا وما عندهاش علاقة بالكورونا، هي جوست معناتها أب يحتضن في ولده اللي هو يخضع لعلاج كيميائي ضد السرطان. نشر صور كيف ما هذه معناتها في سياق في كونتكست كيما توا. وشكون نشرها هذا؟ سي طبيب بوغيره. سي بوغيره. بوغيره. برشا هما صفحات التواصل الاجتماعي، ما حتى زكريا بوغيره نشرها زاد كيف ما غير ما يثبت من المصدر نتاعها. ماذا بينا نجربوا نشروا حاجات كيف ما هكا توا قبل ما نثبتوا منها على خاطر تبث الهلع برشا في وتبث الخوف في صفوف المواطنين. خاصة كيف يعني شخصية كيف هو الناس برشا تتبع فيه. ايوه ورزمون فراجل تونس تتحرم باش واحد. ايوه ورزمون فما تونس تتحرم ورزمون لبوثينة بحذانا هنا بوثينة العطر باش كل مرة نكشفوا ونبينوا للمواطنين الصحيح من الغلط. شكرا لك بوثينة. مازال عن خبر واحد. مازال خبر؟ اي مازال عن خبر واحد. زيدنا ميسير زيت القير ما فيها. خبر البكالوريا. اي. نزل من الكورونا تو باش نعدوا البكالوريا باش نختموا مع خبر يهم البكالوريا. كما تعرفوا تقريبا 147,000 تلميذ عداوا الدور الرئيسي لامتحان البكالوريا من 16 ل 23 جوان. من المعاهد العموميه والخاصه وبصفه فرديه. الخبر هذا يخص اسناد 0 ل 7,000 تلميذ بكالوريا في امتحان الماده الفرنسيه.
الإشاعة هذه معها 5000 في مادة الإنجليزية مش أول مرة نسمعوها، أما ثبتنا فيها كمان. اتصلنا دونك بسيد عمر الولداني اللي هو مدير عام الامتحانات بوزارة التربية، واللي أكدنا أنه عملية التصليح ما زالت متواصلة واللي باش تستكمل يوم 30 جوان. الإشارة للخبر هذا رصدناها على 5 أيام التالي. سي الولباني أكدنا زاد أنه كل أرقام المنشورة على صفحات التواصل الاجتماعي قبل التصريح بالنتائج هي أرقام مغلوطة. تهاو تمنيتنا بالنجاح لكافة تلاميذ البكالوريا. إن شاء الله إن شاء الله. شكرا لك، يعطيك الصحة حسين العطر من منصة تونس تتحرى إن شاء الله الجمعة الجاية بأخبار أخرى نثبتوا فيها وصور أيضا مظلة أو صحيحة أو أخبار زائفة. الفقرة الأخيرة فقرة الكودكور، رجعنا للحصة الاستثنائية للبرنامج في القناة الفرنسية الخامسة غروند ليبريري اللي استضافت المفكر الفيلسوف عالم الاجتماع إدغار مورا. وإحنا وليت الذكرى عملنا حصة على هشام جعيد ودور المثقف وعلاقته بالإعلام. شوفوا كيفاش يعني وسائل الإعلام فرنسية وأجنبية، وديما نحب نعطيه أمثلة رغم أن عندنا بعض وسائل، عندنا بعض يعني الحوارات ولا بعض البلاتوات اللي تخصصها لمثقفين، لكنها ماهيش الطاغي ديما لتولك شو وبرامج المنوعات والبرامج الترفيهيه. شوفوا كيفاش يعني وسائل الاعلام تحتفي بكبار المفكرين. خذينا مقتطف صغير نشوفوه ثم نعود. 100 ans dans quelques jours. Qu'évoque ce chiffre, cet âge, 100 ans, lorsqu'on arrive à ces portes? Mais vous savez, c'est d'abord troublant. Parce que 100, c'est aussi un chiffre qui porte 2 zéros. Oui. Et 1 zéro peut être aussi bien le symbole du néant que d'un œuf, n'est-ce pas, d'un futur, d'une naissance. D'habitude, tout anniversaire est à la fois une mort et une renaissance, c'est-à-dire la mort de ce qu'on a été l'année d'avant, et on est à une nouvelle année. Quand on arrive à 100 ans, on peut difficilement penser à des renaissances. C'est un chiffre troublant et dans lequel je commence à m'adapter. Nous allons passer 1h30 ensemble. Edgar Morin va vous faire partager les leçons qu'il tire de ses expériences dans tous les domaines, de l'amour à la politique, en passant par la connaissance, le bonheur, le malheur, bref, la vie. فتحية، إذا حوار الحياة. قالوا شوف السؤال، قالوا بعد أيامات عمرك يولي 100 سنة وديجا تذكروه، هم محضرين يعرفوه وقتاش يولي 100 سنة شنو تمثل. قالوا زوز أصفار تمثل الحياة، تمثل الولادة أو الحياة من جديد. وأنا شفت يعني تفرجت فيها الحصة وشفته يعني في تقريبا في دقيقتين إدغار مورا حكى على مونتاني وعلى باسكال وعلى ماركس وعلى نيتشه وعلى يعني موسوعة ثقافية، معرفة، علم، عالم اجتماع بأتم معنى الكلمة. باش نجاوب على شنو؟ باش نجاوب على إدغار مورا، باش نقول بالنسبة لي عندي برشا أدميراسيون ليه، إلي معناها لو سوسيولوج دو لا كومبلكسيتي كيما احنا نقولوا أن سوسيولوجي، سي أن فيلوزوف سوسيولوج، ألوغ معناها حكى على لا كومبلكسيتي دو لاتر هيومان، معناها كيفاش الإنسان مركب إلى غير ذلك، ما عنده العديد معناها من الكتب في الحوار هذايا، كان حوار شيق لأبعد الحدود، كي واحد يشوفه يقول كيفاش الإسبري نتاعو مازال أنت. لكن كي باش نجبد باب علاقه بالحصه نتاعنا، انه زاد الصحافي قداش متمكن وكيفاش عرف كيفاش يجاوبوا وكيفاش معناها احتفات معناها القناه الخامسه بعيد ميلاد، عيد ميلاد معناها إدغار مورا اللي عمل 100 سنه، واللي قد ما واحد يسمع ولا قد ما واحد يقرا له والا مازاد كي شفت فيديو اخر وهو معناها في ست بلاتو يشطح. معناها صافي بليزير، جيسبيغ بيان انه في تونس معناها نحتفي وعندنا سيدة قامت معناها مهمة في تونس، جيسبيغ بيان انه الإعلام ينتبه لهم واللي يكون عندنا صحفيين معناها جيدين يبدو مطلعين على الأعمال نتاع القامات اللي عندنا وتكون عندهم هالإشعاع ويكون عندهم هالخطر، هذا يبقى للذاكرة. يبقى للذاكرة وليد، يبقى للذاكرة أيضا، تبقى للذاكرة الصحفي اللي حاوروا، الناس كل تتذكر الصحفي هذا. ويعني قداش كان هو متشبع بفكر إدغار مورا وعرف كيفاش يولد الافكار معه وعرف كيفاش يستخرج منه اقصى الاشياء واقصى الحاجات اللي نجم يشوفها المشاهد. انا يهمني ياسر اني نربط بالموضوع الاساسي الحصه نتاعنا اللي هو صحافه المواطن. احنا في 2014
حصلت حاجة غريبة شوية وسيذكرها التاريخ. في 2014 كان عندنا المدون والناشط عزيز عمامي دخل السجن بتهمة حيازة مخدر القنب الهندي الزطلة. فخرجت معناتها رسالة نشرت في ليبراسيون ونشرت في نوفيل اوبسيرفاتور وفي رو 89 في فرنسا تطالب السلطات التونسية بالإفراج عن هذا الناشط الثوري إلى آخره. من صاحب تلك الرسالة؟ إدغار موران. فهذا معناتها كي نشوفوا حتى المدونين نتاعنا في تونس راهو عندهم علاقات كبيرة في العالم مع مش مجرد ناس تنشر في فيك نيوز. راهو عزيز عمامي كتب رسالة هو بيدو في رو 89 وجهها إلى إدغار موران وين قريتها يحكي له على 5 قصص. قال له يا إدغار موران لأنه هو كاتب حاجة على تونس على الثورة يحبوه. قال له الشباب اللي تحكي عليه متاع الثورة في تونس راهو مش اللي حكيت عليه أنت فقط، إجا نحكي لك 5 قصص على شباب تونس. والنص اللي كتبه عزيز عمامي هذا أصبح من بين النصوص الشهيرة جدا في الصحافة الفرنسية. وإدغار موران شخصيا تفاعل معه وأجاب واستضاف استدعى بعد ذلك وجه دعوة في كولوك انترناسيونال هو حاضر فيه قال لهم جيبوا لي عزيز عمامي باش يحضر معنا. يعني الشخص العظيم هذا شوف التواضع نتاع العظماء. واحنا لهنا في تونس تلقى واحد مع تأقصى حاجة اكتب قصيدة في فيسبوك كلها أخطاء تكلموا باش تستضيفوا يقول لك لا ما عنديش وقت ما عنديش وقت. وليد المهجري شكرا لك. فتحية السعيدي بوثينة لاتر شكرا لك. إن شاء الله نتقابلوا جمعة جاية مع مواضيع أخرى مع سواء موضوع الرئيسي أو في الزابينج أو أيضا كودكور وفي الأخبار الزائفة. ردوا بالكم على أرواحكم، البسوا البافيت الكمامات، طبقوا التباعد الاجتماعي، ما نحبوش نخوفوا العباد، الوضع حساس وخطير. ردوا بالكم على أرواحكم إن شاء الله نتقابلوا الجمعة الجاية في نفس الموعد. إلى اللقاء. I'm not afraid to die.